أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا آسفين أصدقائي على التأخير، هذا تقريبا 12 دقيقة كان لازم ندخل قبل 12 دقيقة على الخط. طبعا موضوعنا اليوم مناظرة هي بين الدكتور جورج والدكتور طه في موضوع الإعجاز العلمي في الجنين. قبل ما نبدأ بالإعجاز، وبس بدي أرحب بالأصدقاء، بالدكتور المناظر من الطرف الإسلامي للدكتور طه. أهلا وسهلا فيك دكتور طه. لا أهلا بك. أهلا بك حبيبي جان. أنا طبعا مبسوط النهاردة جدا، أولا عشان أنا موجود على القناة بتاعتك، ثانيا عشان حبيبي طبعا رسول جلدة الحنفية، هو انسان بغض النظر على انه رسول، يعني هو قريب من قلبي قوي جورج يعني. وسعيد جدا بيكم متابعين على القناه، ويا ريت يعني تبقى ليله كويسه ان شاء الله. اكيد 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 راح تبقى ليله كويسه بوجود نبينا جلدة الحنفية. خلونا نرحب بنبينا بالبدايه. اهلا وسهلا فيك نبينا. اهلا وسهلا جان، سعيد ان انا اظهر معك مره ثانيه على قناتك، ومرحبا بالدكتور طه، إنسان محترم وصديق عزيز. شكرا شكرا جورج. بس يا ريت تعمل ميوت شوي، بس أسأل مقدمة صغيرة أخي طه لو سمحت. طبعا أصدقائي، أنا بعتذر مرة أخرى أنه تأخرنا ربع ساعة، لأنه كان دكتور طه عنده عملية ولذلك تأخرنا على البث المباشر. آسفين كثير. وطبعا مثل ما بتعرفوا اليوم عندنا مناظرة هي بين الدكتور طه والدكتور جورج حول الموضوع. بصراحة المسلمين يعني كتير زعموا انه في اعجاز علمي بسورة المؤمنين آية من 11 لل 14 على ما اعتقد. خلونا بس نقرأ الآية، الآيات اللي بتقول طبعا المسلمين يدعون ان فيها اعجاز علمي، وطبعا كملحدين يعني نحن ننفي ذلك جملة وتفصيلا. على كل خلينا نقرأ الآية، بقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا هاي من سورة المؤمنين من الآية 11 للآية 14. أنا من هون أصدقائي رح يكون عنا 10 دقائق رح أعطيها للطرف المسلم بالبداية، بعدين 10 دقائق للطرف الملحد، وبعدين 5 دقائق نتناقش ونشوف وجهات النظر الفريقين مثل ما بقولوا. خليني أبدأ معك أخي طه. أنت كمسلم تدعينا في إعجاز علمي، يا ريت تشرح لنا شو هو الإعجاز العلمي وكيف إعجاز علمي في هالآية. تفضل. الله عندي الساعة 11 و16 دقيقة ب26 دقيقة. اوكي عزيزي جان، طبعا انا مره ثانيه برحب بيك وبرحب بالاستاذ جورج وبرحب بكل الضيوف اللي سامعين النهارده. اولا الاعجاز العلمي في القران مش طبعا مش بيقتصر بس على الايه دي، بس هي الايه دي اللي يعني اللي في مجال تخصصنا هي ومجموعه من الايات الثانيه. انا كراجل دكتور ودكتور نساء وتوليد كمان، يعني هي مرتبطه بي كثيرا. اولا الآية بتقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة من طين ده في الموروث بتاعنا طبعا الإسلامي، إن الإنسان كله جاي من آدم، وآدم ربنا خلقه من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هي انا بس مش عايز اتكلم بالانجليش يعني عشان ما اعرفش اللي متابعينا، يعني هي بتبقى الفيرتلايزد اوفم، البيضه المخصبه، يحصل حمل اساسا لازم يكون في ذكر وانثى، والحيوان المنوي بياتي من الذكر والبيضه بتاتي من الانثى، والتخصيب
اول ما بيحصل في الانبوبه بتاعه الرحم اللي هي الفالوبيان تيوب. الرحم زي ما احنا عارفين بيتكون طبعا اليترس وتو فالوبيان تيوب وتو اوفري والكلام ده. الفالوبيان تيوب اللي هي قناتين فالوب، بيحصل ان الاوفري بيمدها بالبويضه اللي هي الاوفم. الاهداب الموجوده في التيوب دي بتاخد الاوفم، بعدين تنطلق الحيوانات المنويه من تحت بتاعت الست وتطلع في طريقها طبعا بالملايين. عمليه التخصيب اللي بتحصل في الانبوبه، بتحصل في الرحم نفسه. مفروض ان البويضه المخصبه دي اللي ربنا تكلم عنها يعني وقال نطفه في قرار المكين، بتاخد 18 يوم في الانبوبه وبعدين تنزل من الانبوبه، يحصل لها امبلانتيشن في اليترس اللي هو في الرحم. طيب ربنا لما قال في قرار المكين وقال عليها نطفه، يعني اول هامل مسمى في حد ذاته نطفه وقرار مكين، يعني بالنسبه لواحد امي من 1400 سنه وعايش في بيئه صحراويه قاحله ما يعرفوش اي حاجه في الدنيا، ولا قرا ولا كتب ولا راح ولا جاء، فدي في حد ذاتها يعني تعتبر يعني تخليك تفكر يعني شويه. يعني كلمه نطفه دي في حد ذاتها يعني كلمه غير معروفه للعرب. يعني انت لو قريت في اي كتب مكتوبه في عهد الاسلام او قبل عهد الاسلام، وكان على فكره في حاجه اسمها سوق عكاظ وزي مجاز وكده، وكان تلاقي الناس فيه يعني تسامر ويقولوا اشعار وكتب والكلام ده من جميع يعني البلدان العربيه. كلمه نطفه دي في حد ذاتها غير موجوده في اي كتاب قبل كده، وما تذكرتش حتى ببيت شعر، ودي في حد ذاتها يعني دليل على بلاغه الكلمه. ثانيا في قرار المكين، يعني انا مش عايز اعمل زي ما جورج بيقول، يعني هو في حته جورج بيعجبني فيها وانا بتفق معاه، اللي هو يقول لك يطلع لك واحد يقول لك العالم الفلاني العالم الالماني والكتاب اللي مش عارف اصله ايه، ولا يكون في عالم الماني ولا تعرف ام الكتاب اللي تكلم واي هري وخلاص. يعني عشان كده بجد انا في عالم بجد مش فاكر اسمه، عشان كده مش عايز احكي القصه دي، اللي هو لما اتكلم والله بجد انا مش فاكر، عشان عايز احضر له عشان انا متفق مع جورج فعلا في الحته دي. يعني ما احبش احب اللي يتكلم بمصادر، يعني يقول مصدر فلاني العالم اسمه كذا اتولد سنه كذا قال كذا، انا اسمع الرواد فضاء سمعوا الاذان في السماء وراحوا الازهر اسلموا من انهي دوله وفي انهي فضاء سمعوا يعني الاذان وسنه كام جو الازهر واسلموا، وليه طب الصحافه ما يعني التقتش بيهم في مصر وكده. يعني فانا يعني مقتنع ان في هرتله وكذب كثير بيحصل، بس هو في عالم فعلا يعني اتكلمت كان في كتاب امبريولوجي لاستاذنا الكبير الاستاذ فتحي زكي، وده واحد من يعني انت كنت فني جامعه صحيح في الطب يا جورج، يعني لو ينفع معلش تدخله لي على السريع كده في مصر جامعه اسيوط معايا كنت، يعني تعرف الدكتور فتحي زكي تعرفه؟ فهو فتحي زكي يعني مره تشريح تمام، واحنا الامبريولوجي علم الاجنه بندرسه في سنه اولى وثانيه في ماده التشريح، فهو اتكلم عنها يعني قال اني امكن حتى في الرحم واكثرها عمقا اللي هو الانبوبه، كان سماها قرار مكين لان النطفه دي عباره عن الفيرتلايزد اوفم اللي هي البويضه المخصبه. وزي ما اتكلمت البويضه المخصبه عمليه التخصيب للبويضه دي بتتم في الانبوبه وبتقعد لمده 18 يوم. فتحي زكي فاكرها المحاضره دي كويس، يعني فبيقول قرار المكين التيوب دي بتبقى المكان المكين الموجود داخل اليوترس اكثر منطقه الاوفن بتبقى ضعيفه المخصبه، ما بيبقاش فيه حركه ما بيبقاش فيها انقباضات. اليوترس الرحم زي ما انتم عارفين الخلايا بتاعته خلايا عضليه او الجدار بتاعه جدار عضلي، وده بتحصل فيه احيانا انقباضات شديده
فالنطفه دي بتبقى ضعيفه جدا لو هي موجوده. يعني عمليه الاخصاب تخصيب الحيوان المنوي والبويضه حصلت في الرحم نفسه ما حصلتش في الانبوبه، فان الجنين يحصل له اجهاض في اول تكوينه. فدي برضو من الحاجات البليغه في كلام رسول الله اللي هو على يعني على لسان الله في القران لما يقول نطفه في قرار ايه مكين. يعني انا بحاول قدر الامكان، معلش يا اخواننا، يعني انتم على فكره يمكن اول مره في حياتي اتكلم في اليوتيوب كانت مع جان. انتم ناس من زمان يعني في الموضوع ده، يمكن عندكم طلاقه اكثر وقدره اكثر على مواجهه الكاميرا يعني، فمعلش انا بتاسف لكل الناس برضو اللي سمعاني لو كان يعني اسلوبي ركيك شويه او المعلومه مش بعرف اوصلها كويس، لان في ناس يعني لهم سنين في الموضوع ده في مجال الاعلام. بس انا حاسس اني بعد كده يعني حبقى زي البرابنده معاكم، بس اصبروا شوي. طبعا احنا وصلنا للايه كام يا جان عشان انت خليتني اهرب كده؟ سوره المؤمنون الايه 11. تمام. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، وصلنا طبعا لنطفه في قرار مكين. ثم خلقنا النطفه علقه. العلقه دي عشان على يدي، على يدي دي انا بقى بدون فتي. ايه المصدر بتاعك؟ تقول الدكتور طه عبد الحميد الاتفاوي النساء والتوليد والعقم في الاقصر، دي على يدي. ان هو كان في طالب امريكي اسمه البير ديفيد او البير حاجه ديفيد، هو دي اسلم بسبب العلقه دي. دي على يدي انا بقى بجد يا جورج، على فكره والله ما في حكايه الكذب والفتي بتاع الناس اللي بالك فيهم، دي بجد على يدي. وباذن الله يعني هجيب لك صور لي وهبعت له انكم تتناقشوا معاه. انا حكيت معاه وقال لي ان هو عايز يدخل يتناقش فيها دي بالذات، بس قلت له انا لا، انا يعني اللي حبيت اتناقش، انا ما بسمعش مناظره عشان بجد انا ما بحبش حاجه اسمها مناظره، في حاجه اسمها نقاش بنتكلم مع بعض لحد ما نوصل لنتيجه. فقلت له عشان انا وعدته من ورثهم، فسوى حياجي ان شاء الله وهيتكلم معكم. هو من امريكا وكان بيدرس في مصر اثار، علوم اثار. تمام. والايه دي خلته تسلم فلما قرأ عن كلمه علقه. العلقه ايه؟ العلقه دي ايه تعريفها؟ العلقه دي من الكائنات اللي بتعيش تبع الطفيليات اللي في الحياه، تتطفل على الغير، تمتص دم في جدار اي كائن حي وتمتص في الدم بتاعه. زي ما احنا عارفين ان اي غذاء في الدنيا بيوصل لصورته النهائيه في الدم. انت بتاكل الاكل تمضغه يدخل المعده يتهضم، وبعد ما يتهضم يدخل على الدم يتحول لعمله الطاقه اللي هي الاي تي بي والاي دي بي والكلام ده كله. يعني اللي سمعنا دكتور يمكن يفهم الكلام ده. عمله الطاقه دي اللي هي الاي تي بي بتبقى ماشيه في الدم، هو الغذاء، والدم بيشيل الغذاء بتاع جسم البني ادم ده كله، بيلف بيه كل عضو في جسم البني ادم او كل خليه بتاخد الغذاء بتاعها من الدم. العلقه دي بتقعد اخر روقان وباشا تلزق في جسم اي كائن حي، تاخد شويه الدم تتغذى، وهي لا عندها جهاز هضمي ولا جهاز اخراج، جهاز تغذي نفسها وخلاص. طيب معلش يا اخواننا بجد، يعني يا ريت يعني احنا والله انا لو اكتشفت ثانيه واحده يعني جاد غلط حرجع. يا ريت اللي يسمعني يعني اكيد. اخي أخي طه أنا بشكرك كثير حبيبي، صار لك 10 دقائق، صار 10 دقائق. تمام. على كل حال يعني أنا كنت بتمنى تروح في كل الآية، يعني في الآية الآيات الثلاثة الأربعة، أظن 4 آيات. على كل إن وقت انتهى. تفضل. بتكلمني أنا بقول لا، إذا عندك شيء تقوله يعني تفضل. لا انا اقصد يعني جورج لو حابب يتكلم على الايتين دول وارجع انا اكمل بقيه الايات. اوكي ما فيش مشاكل. اوكي ما في اي مشكله، ما في اي مشكله. على فكره انا على كل حال يعني بس انا مقدر انك اول مره بتطلع، يعني هي ثاني مره بتطلع قدام الكاميرا، ومقدر طبعا حماسك تدافع عن دينك، وهذا شيء حقك طبعا، هذا من حقك انك تدافع، لانه الانسان ما بيؤمن بدون ما يعني ما بدافع لو مو مؤمن يعني بصراحه بحماس. على كل انا بشكرك كثير. وجورج خلينا نبدا معك 10 دقائق كمان معك. تفضل حبيبي. شو تفضل.
الحمد لله نجلة الحنفية العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الجلدة فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أولا شكرا للدكتور طه على الشرح الجميل اللي هو شرحه لنا والعرض اللي هو عرضه وعلى عرض المناظرة من الأول. أنا ممتن جدا للدكتور طه لأنه من أحد الناس اللي قررت إن هي تخرج من جعبة الجبن اللي كان محاط بيهم من فترة ويخرج ويتكلم ويعرض رأيه بمنتهى الحرية قدام الناس. فتحية كبيرة للدكتور طه. ندخل في الموضوع بقى على طول عشان ما نضيعش الوقت. أنا على فكرة أنا دخلت جامعة أسيوط لمدة 3 سنين، وبعد كده سافرت، أنا ما كملتش الطب في مصر، جيت كملت هنا في الولايات المتحدة وتخرجت في شهر 12 اللي فات، وحاليا أنا بعمل تدريب في البطنة والقلب. عشان في حتة مهمة في حكاية تلاقي البداية يا دكتور، استنى على أمس أنا جاي لك. أولا بدأت الآية قال لك إن الإنسان خلق من سلالة من طين، خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني إيه سلالة من طين؟ قال لك عشان آدم كان مخلوق من طين. عرفت منين إن آدم كان مخلوق من طين؟ أي كتاب علمي رجعت إليه عشان تعرف إن آدم كان مخلوق من طين؟ ما هو الطين الموجود في جسم آدم؟ على فكرة من أحد الأكذوبات بتاعة الإعجاز العلمي إن يقول لك إن مكونات جسم الإنسان تشبه الطين، وده كلام خاطئ. والدكتور يعلم الكلام ده جيدا، نسبة البوتاسيوم في الخلايا قد إيه يا دكتور؟ ونسبة البوتاسيوم في الطين قد إيه؟ الكلام ده خاطئ تماما. يبقى الحياة بدأت في البحر، وده حاجة يعني جميع الناس اللي درسوا أي حاجة عن الأحياء يعرفوا إن الحياة بدأت في البحر، فلم تبدأ الحياة من الطين. إيه يعني دي أول حاجة تضرب الآية في مقتل، بس هنعدي لأن إحنا مضطرين نعدي لأن إحنا لازم نكمل المناظرة. فيعني موضوع الطين، وبعدين موضوع الطين ده مثلا إيه الإعجاز اللي فيه؟ إذا كان محمد قال كده، هل مثلا محمد أول واحد يقول إن إذا كان الكلام ده حقيقي؟ معنى الكلام ده مش حقيقي، لكن الكلام إذا كان الكلام ده حقيقي، هل محمد أول واحد قال يقول إن الإنسان خلق من طين؟ المسيحيين في العهد القديم في بداية أول أصحاح في سفر التكوين قال إن الرب جاب شوية طين ونفخ فيهم نسمة حياة فأصبح آدم طين، أصبح آدم إنسان. فهو خلق آدم من، فإذا كان إذا كان هناك إعجاز، مع إن مفيش إعجاز، يبقى الإعجاز بتاع المسيحيين واليهود مش بتاعك أنت، مع إن الكلام ده علميا خاطئ. فهنعدي على النقطة اللي بعدها. قال لك نطفة في قرار المكين، والدكتور قاعد يكلمنا بقى عن النطفة اللي هي الفيرتلايزد اوفم والاوفم بتتكون فين وبتاع، فين الكلام ده يا دكتور في الآية؟ فين النطفة فيرتلايزد اوفم؟ على فكرة أنت قلت إن النطفة كانت غير معروفة عند العرب، ودي معلومة خاطئة تماما. النطفة في المعجم في المعاجم العربية هي القليل من الماء. تعريف النطفة هو القليل من الماء، ويقصد بها ساعات القليل أو الكثير، ولكن يخص بها القليل. فهي كلمة مستعملة عند العرب، والعرب كانوا يعلموا جيدا معنى كلمة نطفة وقصد بها محمد. وهقول لك هنا في التفسيرات عشان تتأكد من الكلام اللي أنا بقوله. مرحلة النطفة كان الكثير من التفسيرات اللي قالها محمد بعد كده لما بيشرح يعني إيه نطفة، قال إن النطفة هي نطفة الرجل ونطفة المرأة، وهي القليل من الماء بتاع الرجل مع القليل بتاع من الماء مع المرأة، وهذه فضيحة علمية يا دكتور. ده كلام خاطئ علميا تماما. انت تعلم جيدا انت لسه شارح ان الجنين بيتكون من نطفه الرجل الحيوان المنوي، مع ان برضو كلمه نطفه هي شويه ماء، لكن كان المفروض يناط بمحمد ان هو يقول ان شويه الماء دول فيهم حيوان منوي، مش شويه الميه هم اللي بيعملوا الجنين. لكن محمد ما قالش كده لانه لم يكن يعلم شيء عن الحيوان المنوي، هو فاكر ان هم شويه ميه وخلاص. حتى في بعض الحديث يقول لك ان، وفي القران يقول لك ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كلام فاضي. الصلب يعني الظهر والترائب يعني الصدر. هو كان يقصد ان النطفه هي عصاره القلب. هل الدكتور يعرف ان النطفه بتاعه الرجل بتخرج من عصاره قلبه؟ وماذا عن غده البروستاتا؟ وماذا عن الخصيتين؟ وماذا عن البربخ؟ وماذا عن حويصلات كوبر؟ فين الكلام ده كله؟ فين ده الكلام ده في الصدر؟ اي صدر هذا؟ انت جايب لنا تنين؟ هو بيتكلم عن تنين مثلا؟ انا ما عنديش فكره هو بيتكلم عن ايه. ينتقل بعد كده بقى ويقول لك ايه النطفه دي اللي هو شويه ميه بتاعت الرجل. وعندك احاديث عشان تثبت لك الكلام ده. كان في حديث عن عائشه، واحده جت بتقول لها، بتسال الرسول ان الـ يعني اللي هو ايه النطفه بتاعتي، الميه بتاعتي لو اختلطت مع ميه الرجل هل انا وعليا الغسل؟ فقالت لها تربت يداك اتكسف يا اوليه. فراح الرسول قال لها ايه، ما هو بتاع النسوان بقى، قال لك ما تتكسفيش ولا حاجه، لا ده مالها حياء في الدين، تعالي يا حاجه. راح قال لها لا بقى، لا ما لازم تغتسلي لان دي بقى ايه النطفه بتاعتك مع النطفه بتاعته وبتاع. فهو محمد كان متخيل ان السائل المهبلي بتاع المراه هو ده النطفه بتاعتها، لم يكن يعلم شيئا عن البويضه ولم يكن يعلم شيء. عشان كده
الدكتور كان بيقول لنا ان انا مش عارف يا دكتور، يا ريت تجيب المعلومه دي. انت بتقول ان البويضه بتقعد مخصبه 18 يوم في قناه فالوب، الكلام ده هنا في الكتاب الكلام ده مش مظبوط. البويضه بتتزرع تقريبا، وانا اعرف في جدار الرحم البويضه بتتزرع في اليوم الخامس او السادس في جدار الرحم، بتكون عدت قناه فالوب واتزرعت في جدار الرحم في اليوم الخامس او السادس. فقال محمد قال لك ايه الكلام ده من كتاب امبريولوجي يا دكتور، ما تقولش لا الكلام ده من هنا مش من عند جوز خالتي، هو ده جوز خالتي الله يمسيه بالخير يعني، ما علينا. محمد قال لك ان النطفه النطفتين بيتقابلوا مع بعض ويقعدوا في الاحاديث، قال لك ان النطفه تبقى كذلك 40 يوما، يعني بتقعد جوه الرحم 40 يوم شويه ميه. هل الجنين يا دكتور في 40 يوم بيبقى شويه ميه؟ هل انت تعلم هذا عن الجنين ولا انت مش مؤمن بالاحاديث ولا ايه النظام ساعتها؟ ما انت يعني لما تتزنق ترجع يقول لك لا انا قراني انا ماليش في الحديث قوي، الحديث بيقول ان هكذا تبقى النطفه 40 يوما وبعدها تدخل مرحله العلقه 40 يوما اخرى وبعد كده تدخل مرحله المضغه 40 يوما، يعني 120 يوم لحد الملاك ما يجي في اليوم ال 120 وينفخ فيه الروح ويحدد نوع الجنين. الكلام ده من الحديث مش من عند جوز خالتي، ممكن اقول لك كمان شاهد الحديث، انا كاتب كل الكلام يعني. الكلام ده في صحيح مسلم كتاب القدر باب كيفيه الخلق الادمي في بطن امه، ان الملاك بيجي بعد مره يقول لك في اليوم في 42 يوما ومره يقول لك بعد ما يدخل مرحله العلقه. هو حتى نفسه محمد بينسى هو بيقول ايه، والحديثين اتسجلوا في صحيح مسلم في نفس الباب، يقول لك ان الملاك بيجي وبعدين يسال الله عن جنس الجنين، هل جنس الجنين يتحدد في اليوم ال 120؟ هل جنس الجنين يتحدد في اليوم ال 40؟ حتى جنس الجنين يتحدد في اول لحظه، لم يكن يعلم محمد ذلك. اين هو الاعجاز يا دكتور؟ اين هو الاعجاز في اي كلام من الكلام اللي اتقال؟ موضوع النطفه بعد كده عشان اكمل اللي انت قلته، ده كده موضوع النطفه، يعني الكلام ده كلام فعلا واحد لا يعلم اي شيء عن اي شيء. هو كل اللي اعرفه ان ماء الرجل يختلط بماء المراه يروح عاملين جنين. ايه بقى ازاي؟ ما عندوش فكره. هو فاكر قال لك في قرار المكينه اللي هو الرحم. انت لسه قايل لنا يا دكتور الحيوان المنوي بيوصل لحد فين؟ بيطلع بره القرار المكين وبيخش في قناه فالوب. فهل النطفه بتقعد في القرار المكين؟ لا. يبقى الكلام اللي قاله محمد ده صح؟ لا. الكلام ده خاطئ تماما. تماما. خش بقى على موضوع العلقه واللي اسلم بسببها هذا الطالب الامريكي العظيم. العلقه في المعجم بيطلق على دوده العلق العلقه، او يطلق عليها دوده العلق لانها تشبه قطعه الدم الجامده، ويطلق عليها العلق لان هي حمراء. وقال وفي في 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 المعجم يقول انها يطلق عليها العلقه لاشتداد حمارها، يعني الحاجه عشان حمراء جدا شبه الدم يطلق عليها العلقه. فموضوع العلقه ده دوده العلق هي اللي تشبهت بالدم. الدليل يا دكتور ان في حديث بيقول لك ان محمد وهو صغير جه الملاك خده وفتح صدره واخرج منه علقه، اخرج من قلبه هي علقه، وقال لك ان العلقه دي اللي هو اخرجها من قلب محمد هي اصل كل الشرور، فكده قلب محمد بقى نظيف ما فيهوش شرور. يا دكتور انا بشتغل في القلب واعلم جيدا يعني ايه قطعه دم في قلب الانسان. دي مصيبه سوداء. الانسان اللي عنده اتريال فيبريليشن، مش عارف يا دكتور انت اكيد تعرف الموضوع ده، اتريال فيبريليشن لازم تحطه على حاجه زي الكوميدين او الوارفرين او ملين جامد للانتي كواجيليشن، يعني لا اعلم هذه المصطلحات بالعربيه، عشان الدم ما يتجلطش، لان لو تجونت جلطه صغيره هكذا في القلب بتعمل ستروك بعدها، بتعمل ستروك يعني ايه؟ جلطه، بتعمل جلطه. فازاي محمد وهو طفل كان في قلبه حته علق قد كده وما عملتلوش جلطه؟ هل هذا كلام يعقل؟ هل ده كلام واحد في القرن الحادي والعشرين يصدق وهو طبيب يصدق ان هذا الانسان اللي قال لك انا الملاك جه طلع من قلبي علقه، ان ده نبي؟ اللي بيقول لك على الجنين شويه ميه قاعدين في قرار المكين، ولا ان المائين يختلطوا ببعض، ولا ان هم في قلب القرار المكين؟ اين هي البويضه؟ الموضوع بقى هنا لما محمد عايز يقول لنا اعجاز علمي، الناس يقول لك ايه اصل الكتاب القران مش كتاب علوم. طب بتتكلم في العلوم ليه لما انت مش كتاب علوم؟ انا وقت خلص يا جان، لو وقت خلص قول لي. القران مش كتاب علوم، طب خلاص ما تزنقش نفسك في العلوم، ليه بتتكلم في العلوم؟ الحته الثانيه بقى، لو انت عايز تقول للناس لمحه سريعه او تصحح مفهوم كما يقول المأفون هيثم طلعت، قال لك ان هو عايز يصحح المفاهيم. جالينوس كتب كم كتاب عشان يقول مفهوم؟ انت عايز تصحح المفهوم في سطرين؟ ده ايه الجبروت ده؟ طب ما صححتش ليه المفهوم؟ طيب الوقت خلص جورج، طبعا شكرا كثير حبيبي جورج، بصراحه كنت
يعني واضح بكلامك ودايركت، وانا بتمنى تمشي المناظرة بهالشكل هذا. بصراحة هاي أول مرة أعمل مناظرة أصدقائي، وأنا أظن مستمتع فيها وأتمنى نكرر المناظرات. طيب أخي طه، الوقت معك وإلك 5 دقائق ترد على الأخ، وإذا بدكم تتفقوا على 10 دقائق أخرى بعشر دقائق أخرى ما عندي مشكلة. طيب بص جان، انا بشكر، بس خلينا نتفق على 5 دقائق ولا 10 دقائق، انا تفضل براحتكم ما عنديش مشاكل. جورج خليها 10 و5 بعد كده يا جان. اوكي خد 10 دقائق اخرى وبنعطي لجورج 10 دقائق اخرى بعدين ناخذ 5. جورج فلوس العمليه دي يا جورج خلي بالك، يعني انا سبت الفوط وما سبتش. بص طيب يا جان يا جورج وكل اللي سامعين، اولا انا عايز ارد على الكلمه اللي قالها جان، ان من حق طه انه يدافع عن دينه، وانا بدافع عن الحق مش على ديني. انا عايز اعرف الحقيقه فين، عشان كده قلت دي مش مناظره ده نقاش، وانا ما عنديش استعداد ان ابان انسان متخلف بيدافع عن حاجه غلط. عشان كده انا متنازل عن 10 دقائق الثانيه لجورج يكمل فيها كلامه، انا عايز اسمع كل اللي عنده. ما شو السبب يعني؟ ما ممكن تقولنا شو السبب؟ السبب اني انا قلت في اول الكلام ان انا سمعت كثير جورج بيتكلم في شرح الايه دي بالذات، يعني انا اسف لو كنت قلت اي كلمه عليك، انا ما قصدتش اي حاجه. لا لو لا 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 على فكره لا، انا اسف بالعكس، انا مبسوط جدا ان انا بسمعك. هو في شوية معلومات مش مظبوطة في كتاب الامبريولوجي بتاعك، دي معلومات ملهاش دعوة بالقرآن، يعني حكاية ان الفيرتلايزد اوفم دي بتقعد في التيوب 18 يوم، الكتاب بتاعك يا ريت تقول لي ايه اسمه ايه مرجعيته، عشان انا تخصصي بقى الكلام ده ملوش لانجمان الفيفث اديشن الطبعة الخامسة لانجمان ميديكال امبريولوجي تمام. لان في حاجه طبعا الاحدث بتاعته دي طبعا اللي بعد كده دي 9th اديشن طبعا التاسعه، وفيها نفس الكلام برضه. فانا ما عنديش يعني انا مش دكتور نساء، بس الكلام ده يعني في علم الامبريولوجي برضه نفس الصوره هنا على فكره. انا يعني الكلام بالظبط هنا اهو. هو في معلومه بسيطه بس، اوكي يا جورج في معلومه بسيطه كده عايز اذكر بيها لو انت تكون سمعتها يعني من اي حد. تسمع عن الحمل خارج الرحم؟ الحمل خارج الرحم الاسم العلمي بتاعه اكتوبك بريجننسي. اكتوبك بريجننسي تمام. ايه اللي بيحصل في الاكتوبك بريجننسي الحمل خارج الرحم؟ بيحصل يعني تثبيت للبويضه بعدها جوه قناه فالوب، ما بتقدرش تنتقل الى الرحم. الله ينور عليك، او جلده الحنفيه تنور عليك. تمام. هو المفروض انها بتقعد 10 يوم البويضه المخصصه في قناه فالوب بعدين تنزل الرحم. طيب لو كملت البويضه المخصبه الفيرتلايزد اوفم ال 18 يوم دي وما نزلتش، مش بتنزل خالص. التيوب كاورجن هو زيه زي اليوترس في تركيبه بالظبط، بس هو يقدر يستحمل الجنين اسبوع ماكسيمم وبعدين تنفجر. فهو حكيت ان الفيرتلايزد اوفم دي بتقعد في التيوب 18 يوم، ده موضوع ملهوش دعوه بالقران، ده مش مذكوره في القران، دي معلومه يعني تمام. اوكي انا برضو هرجع للكتاب بتاعك ده واشوف، يعني انا هجيبه ان شاء الله. انا ما عنديش اعتراض، يعني انا لو في اي معلومه جديده قول لي في انهي كتاب وانا هجيبه، ما فيش مشكله. لا لا هي معلومه طبيعيه يعني. يا ريت كمل انت بعشر دقائق، خلينا نعد من هلا العشر دقائق، كمل فكرتك وكمل اللي بدك اياه. تعرف المشكله في ايه جان؟ ان الفرق بينه وبينك تعرف ايه؟ انا ما عنديش مشاكل مع جورج، ان جان عايز المناظره تطلع قويه ويكسب فيها جورج عشانك يثبت منطق الالحاد، انما انا عايز اعرف الصح فين. لا لا الفرق لا لا بيني لا لا وبين لا لا. جان عايز شوف 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 حبيبي شوف، صدقني ان انا موشن والله يكسب الالحاد ولا يكسب المسلم ولا نحن نريد نوضح الحقيقه للناس. يا اخي طه، انا لست ثواني يا جن دكتور طه، في واحد خسر حياته واصبح مسلم بسبب هذه الايات، فمن واجبي انا كطبيب ان انا اوضح هذه المعلومات
حتى لا يخسر شاب آخر سواء أمريكي أو مصري أو أي حد يخسر حياته ويذهب إلى الإسلام وبعد شوية تلاقيه في داعش بيفجر نفسه. طه أنه آمن بهذه النبوة حبيبي، بس فكرة بدي أوضحها أنا، يعني أنا لست عدوك، أنت أخوي، أنا ماني هون لحتى أطلعك خطأ، اسمعني شوي بس دقيقة أرجوك، أنا ماني هون لحتى أطلعك خطأ وأطلع الإلحاد ونحن والله أصحاب الفكر الصح، لا احنا هون جايين نعرض الشيء الصح. انا رجل تربيت على الفيزياء، قرات الفيزياء، قرات علم الفلك، قرات في تاريخ الطب، قرات كثير اشياء عن علم الجينات، عندي الجينوم هذا، اسف يعني هذا الكتاب الجينوم هذا قراته من اظن من عالم المعرفه كمان، هذا قراته يمكن 1000 كان 2002 2003 اظن، يعني تاريخ الطب موجود عندي من نفس السلسله، يعني اهتم بالعلوم، احب العلوم، واعرف انا وانا ابن شيخ قرات القران واعرف يعني تماما متاكد انه القران لا ينطبق مع الـ مع الـ مع الـ العلم. فلذلك نحن بدنا نوضح الصوره الصح، انه اذا في شيء نحن ما بنعرفه، انا وجورج ما بنعرفه، انت ممكن دلنا عليه علميا موجود، ليش لا؟ وحتى انا مستعد اصير مسلم اذا لقيت شيء علمي موجود، يعني انا ما عندي اي مشكله، انا ماني ضد فكره الرب نهائيا، يعني يا ريت يكون في رب ويخلصنا من العذاب هذا، بس نحن بدنا نوضح فكره علميه، هون المناظره هي علميه بحته، يعني يا ريت، ما بعرف، ما هي مساله انه واحد ينتصر على واحد، بدنا نقول الحقيقه. تفضل الميوت من عندك لو تفتحه. بص، ده اللي انا اتمناه يا جان، في مقوله اسلاميه عندنا على فكره محترمه جدا 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 جدا، الحقيقه ضلت المؤمن اينما وجدها هو اولى بها. فعلا الانسان اللي عنده اعتقاد حقيقي، الاعتقاد السليم، انه دائما بيدور على الحقيقه، الحقيقه هي اللي بتنور لك طريقك، اللي تخليك تعرف نفسك انت ماشي صح وماشي غلط. ما فيش انسان في الدنيا هيكون مبسوط لما تنتهي حياته ويلاقي نفسه كان بيامن بخدعة كبيرة خرافة وضيع عمره فيها، وأنا مش عايز أقول ضيع عمره والكلام ده برضو، لأن اللي أنا من وجهة نظري الإنسان المتطرف هو اللي بيضيع عمره، الإنسان اللي بيسيب الدنيا وبيسيب الشغل وبيسيب مستقبله ويروح يمسك سلاح في خلية إرهابية في داعش والكلام ده إنسان ضيع عمره وضيع دنيته، إن كان هو على حق أو على باطل. لأني برضو في حديث، يعني انا يعني انا عن نفسي يعني اؤمن بيه جدا. اه حبيبي بكل تاكيد، خليني ما نضيع الوقت، تفضل خذ العشر دقائق اوكي. هو انا تفضل. اللي انا عايز اقول ان انا في احاديث جورج تكلم فيها في حكايه، يعني الحديث ده انا ما عنديش خلفيه عنه، وانا مش قراني، انا مسلم سني اؤمن بالكتاب والسنه، ولو في حديث صحيح عن رسول الله يعني انا اؤمن، يعني والحديث ده ثبت صحته من اهل يعني العلم، فالحديث ده انا ملزم به كرجل من الاسلام، يعني مش هتخلى عنه عشان انقذ نفسي من فكره. الاحاديث دي انا يعني انا ما اعرفش عنها، ما بجد والله ما سمعتها قبل كده، لان انا برضو يعني مش متعمق في دراسه الدين جدا، لان انا يعني درستنا الطب، وكان جورج عارف الكلام ده. لكن بالنسبة للكلام الموجود في الآية، أنا من وجهة نظري الطبية وأنا راجل دكتور نساء وتوليد، أنا شايف أنه هو متماشي مع علم الإمبريولوجي. كلمة نطفة برضو أنا هرجع لها في حكاية أن هي مية، لأني برضو لجورج اللي عايز أقوله له أن حكاية الطين عبارة عن تراب بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دي ثابتة علميا أكيد وما فيهاش يعني أي لبس، أن كل شيء في الدنيا بيحيا بالماء، بداية الحياة بدت في المية، ونسبة الكالسيوم والبوتاسيوم والكلام ده، هو الطين عبارة عن تراب ومية، يعني 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 عنصر الماء موجود في الطين، مش موجود. يعني عشانك تصنع كمية فخار، لو انت جبت كمية فخار هتلاقي ان نسبة المية الى نسبة الفخار حوالي 40% ل60%، عشان تصنع طين بالفخار النسبة بتبقى من 40% ماء 60% تراب الفخار، فبالتالي 40% الماء الموجودة دي برضو تجعل
بداية الإنسان من الماء، ما فيش اختلاف بين الإسلام أو بين الأديان وبين العلم. دي النقطة دي اللي أنا كنت عايز بس أتكلم فيها. والنقطة الثانية بتاعت الأنبوبة والردي أنا أتكلمت فيها، ودي زي ما قلنا نقطة علمية، أنا هرجع للكتب والمصادر وأشوف الكلام اللي قاله جورج. أما بالنسبة للنطفة وإن هي مية موجودة، هي كلمة نطفة ذكرت في المعاجم بعد ورودها في القرآن، زي الخطأ الكبير اللي بيقع فيه الملحدين أنهم بيقولوا في آيات في القرآن مخالفة لعلم النحو، وعلم النحو وضع بناء على القرآن، يعني القرآن للأب الروحي لعلم النحو. ده اللي نعرفه، لو في معلومة يعني عنديكم غير كده أنا برضو ممكن أسأل عليها. يعني اللي نعرفه وسمعتها كثيرا جدا يعني من علماء في اللغة والنحو، أن علم النحو وضع بناء على آيات القرآن الكريم، يعني وضع بعد القرآن. فبرضو كلمة نطفة دي اللي أنا أعرفه اللي هي تعني ماء أو نزولها في المعجم، ده جاء بعد نزولها في القرآن، واللي كان مقصود بها هنا الماء اللي هو ماء الرجل وماء المرأة. وبرضو كلمة نطفة في تفسيرها في المعجم الوجيز زي ما قال حبيبي جورج، في المعجم الوجيز المقصود بها هو اختلاء ماء الرجل بالمرأة فعلا. يعني جورج قال طب هنا تكلم الرسول محمد اللي اعتاب على جورج، والله بجد اعتاب واحد بيحب واحد. عشانك المسلمين يسمعوك، لو انت على حق ولا على صواب ما تتكلمش عن النبي محمد باسلوب وحش. ده طبعا حرية شخصية ليك، انا مش هجبرك، دي نصيحة، لان انت كده بتقفل باب المناقشة قبل ما تفتحه بالنسبة لهم. مش كل الناس زي طه على فكرة، يعني ممكن يعني عادي يضحك ويهزر ويدخل في الموضوع ويتكلم معاك، بس في ناس بمجرد ان انت يعني بتذكر الله بالصورة سيئة او بتذكر النبي بالصورة سيئة انت قفلت باب النقاش قدامهم، وانت بتقول انت حرام واحد يضيع عمره ويبقى في داعش. فلو انت خايف عليه انه يضيع عمره ويبقى في داعش، بدي معاه البداية الصحيحة اللي تخليه يسمع لك. دي بس نقطة كده على جنب، تمام. بالنسبة بقى للنطفة زي ما قلت لك في المعجم مذكورة انها ماء الرجل والمرأة وليست ماء الرجل فقط لا غير، يعني الفرتلايزد اوفم. في حكاية كلمة ماء، لا تخليق النوع بتاع الإنسان يعني الجنين ده ذكر أو أنثى بيتم تحديده، جورج قال من أول لحظة، من أول لحظة دي يعني. وأنا دكتور نساء، يعني إيه المقصود بيها من أول لحظة؟ من ناحية الدينية ربنا بيعلم ما في الأرحام. لما جو جماعة المستشرقين قال لك إيه، ها اخترعنا السونار وعرفنا ايه اللي في رحم المرأة واد ولا بت، وانتوا بتقولوا يعلموا الغيبيات الخمسة ويعلموا ما في الأرحام. ما هو ما كانش النبي يعرف انه هيخترعوا السونار بعد كده ويقدر الدكتور يكشف ده مش بس واد وبت، ده الفور دي دلوقتي بيقول لك لون شعره ولون عينيه، ومش بس كمان لون شعره ولون عينيه، بيقول لك دمه خفيف ولا تقيل. ده بجد في دكتور بيقول لك بيبان من الفيشال امبريشن يعني انطباعات الوش بتاع الجنين، بيقول لك دمه خفيف ولا تقيل، تمام، دبل 4 دي بالسونار 4 دي. فلما ردوا المؤمنين على الموضوع ده جاي قال لك لا، في الارحام من قبل ما ابوه وامه يتجوزوا ربنا يعلم اذا كان هيخلف ولد ولا بنت. فجورج بيقول يعلم يعني نوع الجنين بيبان من اول يوم. انا ما اعرفش هو يقصد ايه يعني في الوقت بتاعه يوضح حاله، هو من اول يوم يعني بناء على علم الاجنه والالترا جينوم والكلام ده، يعني انك تقدر تحدد نوع الجنين، انك تختار البويضه اكس مثلا زي الموضوع ده اللي طالع اليومين دول بيقول لك انا اقدر اخلي الواحده تخلف ولد او تخلف ولد، انا اختار البويضه الحيوان المنوي واي واخصبه على البويضه اكس يطلع ولد، واختار الحيوان البويضه الحيوان المنوي اكس واديله البويضه اكس يطلع بنت. هو اللي انا اعرفه ان الاجهزه التناسليه اللي بنعرف بيها ده ولد ولا بنت يعني بيتم تخليقها في الاسبوع ال 12 اللي هو بداية الشهر الرابع ونهاية الشهر الثالث، ولو يعني 8.25 مليون 4D حاجة حلوة كده سونيك ده أنا بقدر أعرف بيه بدري يعني. لكن لو سنار دي كمان في الشهر الثامن حتى لا تقدر تعرف هذا ولا بت. فأنا دي الحتة دي برضو يعني جورجي لما يجي وقته عايز توضيح منها، هو المفروض
لما ربنا بيقول او الحديث بتاع اللي هو ثم ينفخ فيه الروح اول وانا بيد ما اعرفوش، بس انا اعرف ان ربنا بينفخ الروح وهو ده بيعتبروه بني ادم لما يتعرف واد ولا بنت. واد ولا بنت دي فعلا موافقه للحديث اللي هو بيقوله اللي هي ال 120 يوم واللي هو تخليق تخليق الاعضاء التناسليه دي، فعلا فعلا يعني بتبقى على ال 120 يوم. وبرضو انا والله مش بقول كده دفاعا عن فكره خاطئه، دي معلومه طبيه انا واثق منها. انا بقدر احدد بالسونار نوع الطفل اذا كان ولد او بنت عند الاسبوع ال 12، يعني بعد ما اخلص 3 شهور. 3 شهور دي 3 في 3 يعني 90 يوم. 90 يوم يعني لما انا بقول لك يا ابني انا فاهم، ما تضحكش يا جان، انا فعلا بحسبها يعني، انا عايز اعرف الحقيقه مش 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 باي فكره يعني، يعني بعرفها في نهايه الثالث 12 اسبوع فول الرابع، يعني حوالي من 90 ل 100 يوم حتى اللي نقدر نعرف نوع الجنين ولد ولا بنت. يا 90 يعني او 100 يوم من 120 ماشي، هي 100 مش يعني مش 120 هي 100. من اول يوم ابقى عارف نوع الجنين هو طبيا مستحيل، يعني طبيا مستحيل ان انا اجيب واحده ست حامل ويدوب الحمل بتاعها حوالي 30 يوم او 35 يوم لسه ما فيش بلسيشن ولا في ساك اساسا في اليوترس واقدر اقول ان دي ولد ولا بنت، دي مستحيل. انما كلام الحديث ان هو على 120 يوم دي اقرب، يعني اقرب الى الصواب، لان هو تخليق الاعضاء التناسليه دي بيبقى في نهايه الشهر الثالث. الحاجه الثانيه اللي هو بيستشهد بكلامي جورج بيقول اني نطفه في قرار مكين، اللي هو القرار المكين ده اللي كان يقصد الرسول ان هو الرحم، ودروك طه بيقول ده بيبقى الفرتلايزد اوفم في الانبوبه. ورجع جورج برضو معلش في الحته دي، انا اسف يا جورج، غلط نفسه وقال مع ان علب الامبريولوجي بيقول ان من اليوم الخامس البويضه بيحصل لها امبلانتيشن في اليوترس، يعني كلام الامبريولوجي كده وافق كلام الرسول مش كلامي انا، يعني ريت تكون الحته دي واصله له. معلش انا يمكن ما عرفتش اوصلها له، يعني انا بقول ان التخصيب بيحصل في الانبوبه، سمعني يا جورج، التخصيب بيحصل في الانبوبه وبعد 18 يوم بينزل الجنين يبقى فين؟ بيبقى في الرحم. فجورج اعترض على الحته دي بيقول في بيقول الرسول بيقول قرار مكين اللي كان يقصدها بها الرسول اللي هو الرحم يعني، فانا كلامي انا كده مخالف لكلام الرسول ان انا بقول في الانبوبه. بعد كده قال ان كتاب الامبريولوجي اللي معاه بيقول الامبلانتيشن بيحصل من اليوم الخامس، يعني كتاب اللي معاه كده موافق لكلام الحديث. تمام، انا بشكرك كثير حقيقه. هي خلصت العشر دقائق؟ خلصت العشر دقائق. انا امسك لك يعني على فكره مش ضامنك. على كل على كل ممكن تراجع الحلقه وتعير الساعه. لا يا حبيبي بالدقيقة يعني. على كل شكرا كثير لك يا اخي طه. طبعا دكتور جورج تفضل معنا كمان 10 دقائق. تفضل طه تفضل. انا سجايري انا مش طيب. جيب سجائر ونحن في انتظارك حتى تجيب سجائر. انا مستعجل من العياده بسببكم. طب والله بصراحه لو الكفار مخترعين اله احط لك السجائر كان حطيتها بعثت لك، ولكن الكفار لسه ما اخترعوا. طيب تفضل اخي جورج معك 10 دقائق كمان. تفضل حبيبي. طيب انا عشان اوضح للدكتور بس انا كان قصدي ايه في ان الجنين بيتحدد نوعه من اول يوم، انا قصدي على الكروموزوم الذي يحمله الحيوان المنوي، هو ده اللي بيحدد نوع الجنين من اول لحظه، من اول لحظه الاخصاب يبقى نوع الجنين ده متحدد، ان الكروموزوم الحيوان المنوي الذي يحمل كروموزوم اكس هذا الجنين المفروض ان هو هيبقى انثى، واللي اذا كان يحمل كروموزوم واي هيبقى ذكر. دي بتتحدد من اول لحظه. اللي انت بتتكلم عليها دكتور ده المورفولوجي اللي هو في الاسبوع ال 12 بيبان الشكل، لكن هل الشكل ده بان لوحده بعد 12 اسبوع ولا ده كان على اساس اللي حصل في اول لحظه؟ كان على اساس اللي حصل في اول لحظه، ده اللي كان قصدي. لكن اللي قاله محمد في الحديث ان الملاك بينزل في اليوم ال 42 او ال 45، يعني محمد مش متاكد هل 42 ولا 45، قال لك الملاك بينزل يسال الله يقول له اذكر ام انثى؟ فالله يقول اشقي ام تعيس؟ فالله يقول
غني ام فقير، فالله يقول يروح كاتب الكلام ده في كتاب ويتقفل عليه وما يتغيرش الكلام ده تاني. فكده الجنين هو اللي حدد نوع الله هو اللي حدد نوع الجنين في اليوم ال 42 او ال 45 او في احاديث اخرى في اليوم ال 120، مع ان نوع الجنين متحدد من اول لحظه، متشاف امتى دي بقى، دي حاجه في المورفولوجي، لكن متحدد امتى؟ متحدد في اول لحظه، مش مستني الملاك ينزل بعد 42 يوم او 45 يوم يساله انت عايزه ذكر ولا انثى، هو انت نسيت ان الحيوان المنوي كان يحمل كروموزوم واي ولا ما كنتش عارف؟ الحته الثانيه، لو انت عايز تقول لنا ان الحديث الكلام اللي انا قلته، انت بتقول لي الكلام اللي انا قلته يوافق الحديث، لا، لان اللي انت بتقوله ده التسلسل الصحيح، ان الحيوان المنوي بيطلع لحد الانبوبه ويرجع تاني يتزرع في اليوم الخامس بحسب الكتاب اللي معايا، او في اليوم ال 18 بحسب الكتاب اللي معاك. لكن محمد كان قصده ان الميه دي بتقعد في قلب الرحم، ما بتروحش في حته، لا كان يعرف انبوبه ولا كان يعرف مبيض ولا كان يعرف بويضه، هو فاكر شويه الميه دول بيخشوا يتحطوا في قلب الرحم ويقعدوا على كده، ما يروحوش في حته، لا بيطلعوا ولا بينزلوا، ما كانش يعرف. في حديث انا بيقول لك ان في صحيح مسلم برضو كتاب الحيض باب بيان صفه مني الرجل والمراه، مني الرجل والمراه، سمع يا دكتور؟ مش بويضه المراه، مني المراه. بيقول لك ايه؟ قالت جئت اسالك عن الولد، قال ماء الرجل ابيض وماء المراه اصفر. فاذا اجتمع معا مني الرجل مع مني المراه اذكرا باذن الله. واذا على مني المراه مني الرجل انثى باذن الله. هو متخيل ان الرجل لو قذف الاول هيطلع ذكر. لو المراه استثيرت جنسيا ونزل السائل المهبلي بتاعها قبل الرجل تبقى الجنين انثى. هذا حديث صحيح على فكره، انت الزمت نفسك بهذه الاحاديث الصحيحه. بقيه الاحاديث الصحيحه كتير جدا يا دكتور، الاحاديث الصحيحه يعني يعني حاجه فعلا تكسب، يعني لما تسمع هذه الاحاديث في مسند احمد مثلا، حديث عن عائشه قال لك ايه؟ كان يخلق من نطفه الرجل ومن نطفه المراه، فاما نطفه الرجل فنطفه غليظه منها العظم والعصب، واما نطفه المراه فنطفه رقيقه منها اللحم والدم. فقال اليهودي هكذا يقول، هكذا كان يقول من قبلك. الراجل اليهودي جاي بيسال محمد بيقول له تعرف نطفه الرجل ونطفه المراه؟ قال له ايوه، نطفه الرجل غليظه يخلق منها العظم والعصب، ونطفه المراه رقيقه يخلق منها الدم واللحم. فراح الراجل اليهودي قال له لا برافو عليك، هم فعلا الانبياء اللي قبلك قالوا كده. هل ده كلام يا دكتور؟ انت عارف ان ده كلام علمي؟ هل فعلا انت تعلم ان الحيوان المنوي اللي هو نطفه الرجل بيتخلق منه العظم والعصب، والمراه هي اللي بتخلق منها اللحم؟ يعني الكلام ده ما بيحصلش مع الاثنين مع بعض؟ هذا ما يقوله محمد في الحديث الصحيح في مسند احمد. الاحاديث دي كتير جدا، انا ممكن ابعت لك لسته بالاحاديث اللي اتكلمت عن موضوع الجنين وموضوع النطفه والعلقه والمضغه والعظام والامتى الملاك بيجي، لان الايه فعلا عباره عن سطرين غير ما واضحين المعالم على الاطلاق وما لهمش اي معنى. فالناس بقت تيجي تساله انت كان قصدك ايه؟ انت بتقول ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ يعني ايه نطفه؟ طب النطفه دي تقعد قد ايه؟ يعني ايه علقه؟ طب العلقه دي بتقعد قد ايه؟ هو بقى يقعد بقى يقول بقى دي 40 يوم ودي 40 يوم ودي 40 يوم، وبعد كده وصلك في الاخر ان الجنين في اليوم ال 120 بيبقى حته لحمه. لا طبعا، انت تعلم جيدا يا دكتور الجنين في اليوم ال 120 ده شكله ايه؟ ده انت تكاد تكون ترى كل ملامحه. ما بيبقاش حته لحمه ولا بيبقى حته دم متجمده. هذا كلام محمد عن النطفه موضوع تاني على فكره، عشان برضه عشان اعرفك ان العرب كان عندهم المصطلحات دي مصطلحات مستساغه، مصطلحات قبل محمد بكتير. اميه بن ابي الصلت مثلا بيقول لك ايه؟ كيف الجحود وانما خلق الفتى من طين صلصال له فخار. نفس الايه بتاعت القران بالظبط قايلها اميه بن ابي الصلت قبل محمد بكام سنه؟ صلصال له فخار. نفس الكلام اللي هو صلصال كالفخار بتاعت القران. فالعرب كانوا يعلموا هذه المصطلحات وكانوا بيتداولوها. في حته ثانيه اقوى من كده بقى، سفر ايوب في العهد القديم. سفر ايوب في حته بتشرح بتتكلم بالظبط بنفس الطريقه اللي بيتكلم بيها القران، بيقول ايه؟ يداك كونتاني وصنعتني كلي جميعا فتبتلعني، اذكر انك جبلتني كالطين. ادي اول حته اهو. افتعيدوني الى التراب؟ الم تصبوني كاللبن؟ صبتني كاللبن نطفه. وخثرتني كالجبن، عملتني بعد كده ايه؟ حاجه متخثره كده زي المضغه زي العلق. كسوتني جلدا ولحما فمسكتني بعظام وعصب. وبعد كده في الاخر منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايات كروح، حفظت عنايات كروح. ف
نفس التسلسل بالظبط اللي قاله محمد مكتوب في سفر أيوب قبل محمد تقريبا بألف سنة إن ما كانش أكتر. فإن كان هناك إعجاز في هذا الكلام فهو إعجاز سفر أيوب بتاع الكتاب المقدس وليس إعجاز محمد. ولكن يعلم الدكتور جيدا أن كل الكلام ده كلام فاشل وكلام تافه وكلام لا يستحق حتى القراءة، لأنه كلام ملاحظات أولية الناس كتبته في القرون القرون عديدة قبل الميلاد، قرون وقرون قبل الميلاد كانت الناس بتقوله بناء على الملاحظة الأولية. لا الناس دي لا كانت لا تعلم نطفة ولا يعلم أمشاج ولا يعلم ولا الكلام ده. حتى كلمة أمشاج اللي دايما يتشدد بها بتاع الجهاز العلمي اللي هو إيه المشيج اللي هو بقى إيه السبرم يعني والأوفوم وبتاع، لا كلمة مشيج في اللغة العربية معناها خليط، مشجع يعني خلطة. فهو نطفة أمشاج يعني إيه؟ يعني نطفة الراجل اتخلطت على نطفة المرأة، قم بقى نطفة المرأة دي راحت عاملة شوية حاجات رقيقة ونطفة الراجل راحت عاملة شوية حاجات غليظة. طبعا كلام يعني كلام يرثى له، يعني كلام كان ماشي ممكن يصدقه الرجل اليهودي في هذا العصر، ممكن يصدقه واحد راعي غنم، لكن هل الدكتور طه النهاردة اللي بيعمل عمليات وينقص حياة ناس، اللي بيشوف الجنين، اللي بيعرف يصور بالفور دي شكل الجنين في اليوم ال 18 واليوم ال 15 ويبقى شايف الجنين بالظبط، هل يصدق هذا الكلام؟ هل يدخل عليه الكلام ده؟ انا يعني انا بصراحة يا دكتور انا يعني انت انسان محترم جدا وانا لا ارضى لك ان انت تبقى مصدق هذا الكلام كطبيب، كطبيب بتنقذ حياه الناس. هل انت يا دكتور لما بيجي لك واحده في العياده بتقول لك انا في اليوم مثلا اللي انا انت حامل من امتى، تقول لها تقول لك انا في اليوم ال80، تقول لها ايوه كده بحسب القران يبقى انت كده في 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 داخل بطنك قطعه دم جامده، هل انت بتقول لها كده؟ اكيد لا طبعا، لان العلم لا ما يقولكش الكلام ده، وانت لو قلت كده او عملت كده يبقى انت بتنصب على الست دي، انت مش هترجع تفتح القران وتقول لها القران بيقول كذا، لا بتجيب الفور دي بتاعتك وبتجيب الادوات بتاعتك وبتكشف عليها وبتاخد صوره واثنين وثلاثه وبتعمل 50,000 تحليل. فين الاعجاز؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده في سطرين ما لهمش اي ثمن وما لهمش اي معنى؟ اين هو الاعجاز؟ لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه ليها اي حتى صحه من العلم خالص، ما فيش اي حاجه لها اي دليل من الصحه على الاطلاق. ده احنا لسه ما دخلناش في مرحله العظام والعظم بقى، ده مشكلة تانية كبيرة جدا. أسيب بقية الوقت للدكتور يمكن يوضح لنا حاجة. طيب على كل حال أخي جورج في عندك دقيقتين باقي كان، ولكن ما في أي مشكلة، ممكن الأخ طه إذا في عندك تعليق لك 5 دقائق كمان تفضل. ماشي يا حبيبي جان. بالنسبة ل أنا في كم نقطة كده عايز أعلق عليهم. الأحاديث أنا طبعا زي ما قلت لجورج أنا لا أنا مؤمن بالأحاديث، فهو يعني لو جاني سمح لنا على القناة بتاعته يعني أن جورج يبقى يبعث لي رابط الأحاديث دي كلها وأنا أدرسها كويس وأقارن بينها وبين العلم اللي أنا بؤمن به طبعا ونبقى نتناظر مرة تانية ياريت. إنما دلوقتي دي بالنسبة للأحاديث اللي أنا معرفهاش. بالنسبة إذا على ماء الرجل ماء المرأة على حكايات على ما الرجل ما المرأة والكلام ده، هل الرسول كان رجل علم يعني أم كان نبي يعني في معتقد أهل السنة والجماعة وخاصة أنا؟ يعني في ناس كتير بتختلف معي أنا في الموضوع ده وبيقعدوا يتجادلوا وبيكفروا بعض كمان، يعني اللي هو بيقول لك إن الرسول يعني أو الأنبياء بصفة عامة يعلمون كل شيء من أول علوم الذرة للثيرموديناميك العلوم الفلك والجغرافيا والكلام ده أنا لا أؤمن به بالمرة. الأنبياء والرسل من وجهة نظري يعني كرجل أؤمن أن في إله لهذا الكون خلق كل هذه الأشياء وهو أرسلهم برسائل محددة أنا بتمنى يكون الاتصال ما انقطع بيننا وبين الأخ طه. أخي طه هل تسمعني أخي طه؟ طيب أظن الأخ طه شوي الاتصال انقطع. أنا بتمنى إذا عم بسمعني أخ طه يطلع ويرجع يدخل على الخط حتى يكمل فكرته. ما بعرف هذا جورج إذا في عندك أي كلمة تقولة يعني موضوع أن الرسول ما كانش رجل علم، طب لماذا يفتي في العلم؟ يعني لو كنت أنت مش رجل علم لماذا تفتي في العلم؟
لماذا تتحدث في شيء علمي وانت لا تعلم عنه اي شيء؟ زي ما عمل بالضبط حادثة تأبير النخل. طيب خلينا نرجع طلع على الاخر. بالفعل جورج يعني انا هي كان بدي اقولها انه ما دام انه مثل ما قال الاخ الو طيب انت معنا طه؟ انا اسف جدا انتوا عارفين انا بتكلم من الموبايل بتاعي يعني ولا يهمك. طيب ممكن تبدا من هلا تفضل ممكن تبدا من هلا تفضل طه. اوكي بالنسبه للانبياء زي ما انا قلت يعني قبل ما يقطع الاتصال لا هو الأنبياء يعني علمهم علم لدني من الله في أمور معينة إنما هو أنا يعني رسول الله كان يعلم بالفلوبيان تيوب والإكس والواي والكلام ده لا أنا أؤمن إنه ما كانش على علم بهذه الأمور الأمور دي يعلمها الله خالقها ويعلمها أهل العلم يعني تمام. بالنسبة إذا علم الرجل ما المرأة المرأة لها من يسأل منوي زي ما جورج تكلم في الحديث المرأة لها ديستشارج زي السائل المنوي الفاجينال ديستشارج ده بيجي في لحظة الأورجازم لما تحصل سيكشوال انتركورس بين الرجل والمرأة حالة أورجازم لأي مرأة يعني أو أورجازم اللي بيحصل للراجل بينزل منها ووتري وفعلا يلوش ووتري فاجينال ديستشارج ده الوصف بتاعه بالضبط علميا ما افرازات مائيه صفراء دي بتبقى افرازات بتحصل في حاله الاورجازم ولكن الافرازات دي بيكون فيها بويضات اللي هي الخليه بتاعه الجنين لا انما الديستشارج بتاع الراجل السائل المنوي بتاع الراجل بيحصل في لحظه الاورجازم بيحصل فيه الاورجازم ده بيبقى فيه سبيرم اللي هو المكون الاخر للجنين ده عشان للأمانة العلمية يعني هو في سائل للمرأة زي السائل المنوي ليها سائل بيحصل فيها فاجينال ديستشارج وعلى السائل الأورجازمي زي السائل المنوي بالضبط ولونه أصفر زي ما مكتوب كده زي ما الحديث قايل يعني لكن ما بيبقاش فيه أوفم اللي بيبقى فيه لما سائل الرجل بيبقى فيه سبير دي أولا. على ما الرجل ما المرأة هو طبعا أنا ليها تفسير ليها يمكن جورج ما تعجبوش التفسير ويضحك عليه عادي يعني بس هو ليها تفسير واضحك يا جان ما تكسفش انت مش عارف ليه بطلت تضحك اضحك عادي. احنا عارفين ان الرجل ان المرأة دي الأرض اللي الرجل يعني بيزرعها خلف تحديد نوع الجنين المرأة تنتج البويضات اكس فقط لا غير والرجل ينتج النوعين الاكس والواي. لو جاء من عند الرجل حيوان منوي يحمل الصبغه اكس انثى ولو جاء حيوان منوي من الرجل يحمل الصبغه واي الناتج حيكون ذكر. وانا شايف ان ده المقصود به بالحديث اذا على ماء الرجل ماء المراه يعني لو جاء الواي حياتي رجل اما اذا على ماء المراه ماء الرجل يعني لو جاء اكس حتاجي ده تفسيري العلمي للحديث. حتى فريدة بتبكي مش عاجبها التفسير تقريبا يعني فريدة زعلانة على الشناسف يا اخوان خلاص خلاص كلام جورجي مزبوط خلاص. المهم انا اسف يا اخوانا جدا اللي بيحصل معلش فهو ده تفسير يعني تفسير يعني للمعلومه دي انها تصلح انها تكون اعجاز علمي اذا على ما الرجل ما المراه يتذكر اذا على ما المراه ما الرجل ينسي. انا شايف اني ده ممكن يكون تفسير يعني تفسير لي يعني لي منطقيه منوي اكس اللي هو الخاص بالمراه ده موجود عند الراجل فلو على هذا الجين اكس ولو على الذكر ده بياتي ايه بياتي ذكر لو ده بالنسبه للنقطه دي. بالنسبه للماء انا اتكلمت عليه يعني انما عايز اتكلم عن النطفه معلش في المره اللي فاتت جورج اتكلم فيها النطفه اللي هي ان هي ماء مكتوبه في المعجم الوجيز لحد الاسبوع ال 12 او لحد الاسبوع العاشر يعني كل مكونات الجنين بتعتبر عباره زي الدم المتجمد بالضبط يعني كل مكونات الجنين
بتبقى عامله زي الدم المتجلط، لما تلاقي واحده بتحصل لها نزيف ويحصل لها ابورشن يعني يحصل تسقيط، اللي بينزل منها بينزل منها دم سائل بيبقى زي الماء، بتتجلط فيه برضه قليله. يعني نقدر نعتبر النطفه من حيث الشكل المورفولوجي زي ما قالها اخويا جورج، من حيث المورفولوجي نقدر نعتبرها ماء، نقدر نعتبرها ماء، ماء من حيث المورفولوجي، من حيث اللزوجيا درجه اللزوجيا او فرتلايزد اوفم، دي بتبقى فعلا لها درجه لزوجيا زي يعني زي الميه، هي زي يعني تدي للسائل اكثر من الجسم الصلب او الجسم الرخوي. ودي برضو يعني علميا مش يعني مش مش كلامي انا او رايي الشخصي، يعني هي بتبقى نسبه اللزوجيا فيها اقرب الى السائل منها للشيء الرخوي او للشيء الصلب. كلمه نطفه لما قال في المعجم هي ماء، يعني دي ما فيهاش اختلاف كبير. طيب اخي يا يا طه انا اعطيتك دقيقه زياده عشان الاموره خديجه، ف يعني عشان الاموره خديجه انا اعطيتك دقيقه زياده لانه فريده خديجه يا جان خديجه خدوجه خديجه يعني الاميره خديجه فريده فريده, فريدة. اسف 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 الاميره فريده انا اسف اوكي طيب طيب خلي يا ريت تعمل ميوت اخي اوكي اخي طه ونعطي الميكروفون للاخ جورج تفضل جورج طيب يبقى كده الدكتور موافق معانا ان مفيش اعجاز ولا حاجه هو الموضوع عباره عن المورفولوجي يعني واحد قاعد بيشوف واحده ست سقطت في اليوم الاربعين ولا في اليوم الثلاثين كل اللي شافه شويه دم فجاه قال لك لا يبقى كده اللي موجود جوه شويه دم طب فين الاعجاز اذا كان اصل دي حاجه ملاحظه اوليه ممكن اي حد يشوفها ممكن الدايه ام ست مسيد الدايه اللي قاعده على اول الشارع تعرف الكلام ده فهل ده محتاج نبوه هل ده محتاج يتكتب في كتاب قادم من عند اله السماء محفوظ في اللوح المحفوظ هل ده اي كلام ليه اي معنى او ده ينفع يتقال عليه ان هو اعجاز او حاجه اذا كانت ملاحظه اوليه ينفع اي حد يشوفها ويسجلها اذا كانت القابلات العبرانيات كانوا يعرفوا الكلام ده مثلا قبل محمد ب 2000 سنه ففين الاعجاز مفيش اعجاز انت كده بتتفق معايا ان هو كل اللي كتبه هو شويه ملاحظات اوليه سجلها هو بعينه هو شاف واحده سقطت مثلا في بعد ما كانت حامل في شهر وكل اللي لازم هي شويه دم قال لك خلاص يبقى الجنين كان شويه دم كلام علميا خاطئ مورفولوجيا ينفع لكن علميا لا علميا الجنين ده لو خدته حطيته تحت مايكروسكوب هتلاقي حاجات كتير جدا مش شويه دم ولا حاجه فهو لكن لا يعلم اي شيء جوه الجنين هو كان الكل بيشوفه حاجه ملاحظه اوليه فما فيش اعجاز الحته الثانيه حكايه ان الانبياء ودي حاجه انت قلتها في الاول ان الانبياء ما هماش رجال علم والمفروض ان هم ما يعرفوش كل شيء، طب لماذا تدعي الاديان ان الانبياء هم يعلموا كل شيء وانه لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى. اين هو الوحي الذي يوحى؟ هو رجل ينطق عن الهوى طول الوقت زي حادثه تقبير النخل. راح قال للناس ما تقبروش النخل، كانت النتيجه مصيبه سوداء. المحصول باظ، وجات الناس مسكت في رقبته بعد كده قالوا له انت اللي قلت لنا ما تعملوش كده والمحصول باظ. راح قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، حد قال لكم تسمعوا كلامي؟ طيب واحد بيقول لك كده حد قال لك تسمع كلامي ازاي انا اسلم له حياتي واسمع كلامه في اي حاجه تانية يقولها اذا كان بيتكلم في حاجه زي كده وفتى فيها ولما حصلت المصيبه والناس جايبه تطالبه بكلامه قال لك لا ما تسمعش كلامي انت حد قال لك تسمع كلامي يبقى انا فعلا ما اسمعش كلامك في اي حاجه خالص لا دي ولا غيرها انا ايه اللي ضمني بقى زي انت كنت حاجه بسيطه زي النخل دي بوظتها ايه اللي ضمني ان انت طلعت على الجبل وشفت جبريل ما حدش شاف معاك حاجه شفت جبريل وجبريل طلع لك ونزل لك وعمال يجيب لك فئات وعمال يعمل لك ما حدش شاف معاك حاجه انت اللي بتقول اجي انا بقى ساعتها لو حصلت المصيبه السوداء اجي امسك برقبته اقول له انت اللي قلت لي جبريل قال يقول لي انا قلت لك اسمع كلامي ما هو ليه حادثه ليه سابقه يعني الموضوع ليه سابقه قبل كده فانا ازاي فعلا انا واثق في رجل يتكلم بهذه الطريقه لو انا جيت النهارده للدكتور طه قلت له يا دكتور مثلا هجيب لك مراتي حامل والمفروض ان هو طبيب امراض نساء وجي بعد كده عمل مشكله مثلا او ده حاجه غلط وسقطت اجي امسك فيه يقول لك انت حد قال لك تجيبها لي هل انا بعد كده ممكن اثق فيك في اي شيء في الحياه حتى بعيد عن الطب اكيد لا فانا محمد نفسه شاهد على نفسه ولما تسمع حد قال لك اسمعوا كلامي خلاص انا فعلا لا يمكن اثق فيك في اي حاجه تاني اطلاقا بالاضافه لان فعلا لا السنه ولا الاحاديث ولا الايات القرانيه اللي قالها او ايات كثيره اخرى اتكلمت عن موضوع الجنين على فكره
اول سور القران اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. هل الانسان خلق من دم؟ لا، ادي غلطه. يخرج من ماء دافق بين الصلب والترائب، غلط. كل ده غلط. كل حاجه اتكلم فيها عن الجنين، اي موضع ذكر فيه الجنين او الاخصاب او اي شيء يتعلق بهذا العلم في القران هو كلام خاطئ علميا تماما، وهو مغشوش من اللي قبله وخصوصا من العهد القديم. عشان كده دايما الاحاديث تلاقيها، لو تركز في الموضوع ده تلاقي كل الاحاديث عباره عن ان واحد يهودي جاي يسال سؤال وهو يجاوب على السؤال، فالراجل اليهودي يقول له ايه؟ الله اكبر، امنت بك كرسول. يبقى الراجل ده كان جايب الحاجات دي منين؟ جايبها من عند اليهود. هل اليهود كان عندهم اي علم في هذا هذه المرحله يذكر؟ لا، كلام تافه كله لا يستحق القراءه على الاطلاق. كل كلامهم وكل كتبهم كانت عباره عن عبث وكلام فاضي وتفاهه وحاجه يعني حاجه بشعه. عايزين بقى نكمل بقيه الايه، لان بعد كده ايه؟ بعد مرحله النطفه وبعد كده العلقه ندخل بقى في مرحله المضغه. جنين ايه؟ بيبقى عباره عن حته لحمه ممضوغه. ايه مورفولوجي برضو، يعني هو اللي بيشوف الجنين حته لحمه ممضوغه، هل الجنين في اي لحظه من اللحظات بيبقى شبه حته لحمه ممضوغه؟ او بيبقى حته لحمه ممضوغه؟ ده القلب بينبض في اليوم ال 21. يعني قبل ال 40 يوم الاولانيه لما تخلص اللي هي بتاعت مرحله النطفه اللي هو شويه ماء بيبقى عنده قلب وبينبض. فيعني ازاي واحد زي ده بيقول لنا الكلام ده اللي هو بعد كده ايه دخل بقى مرحله العلقه وبعد كده المضغه وان الجنين بيبقى مضغه بعد كده ويقول لك ايه؟ وكسونا العظام لحما بقى. هو ثم عظاما وبعدين كسونا العظام لحما. حته اللحمه دي بتتحول الى عظام. اي مرحله من الجنين بيبقى عباره عن شويه عظم. مفيش. هل اللحم بيجي بعد العظم؟ لا، الاثنين بيجوا مع بعض. اي كتاب امبريولوجي محترم اتفضل. جورج انتهت الخمس دقائق بتاعتك. نتحول للاخ طه، تفضل اخي طه مع خمس دقائق تفضل. لا انا دلوقتي حفوق على جورجيا على فكره، خلاص انا ادراك هنطلق. بص يا جورج، بالنسبه للحديث اللي انت ذكرته او الواقعه بتاعت النخل دي من الوقائع اللي احنا بنسميها اعظم وقائع الاسلام، اللي هي بتاعت النخل دي اللي انت استدليت بها على عدم معرفه الرسول. لما نجي بنتكلم على ان في امور بعد الرسول بتلجأ للتفسير الانسان، والانسان مخلف في الارض، الانسان المفروض يفكر ويتعلم ويعمل حاجه يعني ويشتغل بنفسه، مش كل حاجه هيرجع الى حد اخر وكده. الرسول لما عدى على الناس دي ولقيها بتقلم النخل، تمام، في ايمان. ده الفرق بين المؤمن والملحد، ان احنا عندنا ايمان ان في مسبب الاسباب، ان في الله ده موجود بيسبب كل الاسباب، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ده اللي احنا بنؤمن به، انه ما شافش الامور عايمة، خلق علم، خلق ساينس عشانك الامور يبقى لها تفسير. يعني يعني الغيمة ازاي دي بتاجي، والمطر ازاي بيجي، والرعد والبرق والكلام ده كله كالشواهد مثلا اللي بيشوفها الانسان في حياته. ربنا خلق علوم، العلوم دي بتفسر هذه الاشياء والاسباب، تمام. ولكن الانسان مع المؤمن يجب ان يعلم دائما ان في مسبب الاسباب. باختصار بسيط بس عشان ما اطولش عليك، ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف الناس بيعملوا تقليم للشجر فبيسالهم ايه فائده اللي انتم بتعملوه دي؟ فهو الرسول قادم من 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 مكه، ودي بيئه تجاريه. المدينه كانت بيئه زراعيه وتجاريه في نفس الوقت، يعني المدينه كانوا بيعرفوا الزراعه. الصحابة والمهاجرين والرسول ما كانش ليهم في الزراعة، فقالوا لهم ايه بتعملوا دي؟ قالوا له التقليمة دي بتزود الانتاج بتاع الزرع. فقال لهم ولا تنسوا الله، تعملوا التقليمة دي ما تنسوش ان في الاول وفي الاخر ان ربنا هو اللي بيسبب الاسباب، وهو اللي ممكن يكرمك ويخلي محصولك ده كتير. حلو، جاء في الموسم اللي بعديه البهوات دي، لا قلموا الزرع ولا عملوا اللي هم بيعملوه، قال لك خلاص ما هو في ربنا هو اللي بيزرع وهو اللي بيقلع. وقعدوا يدعوا يقولوا يا ربنا يا ربنا ربنا، طبعا ولا سمع دعائهم ولا الزرع طلع طرح. فراحوا للرسول بيقولوا له طب احنا السنه دي ما قلمناش وما طرحش الزرع زي ما كنا بنعمل قبل كده. فالرسول قال لهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني انت تفهم، كل انسان عليم بعلمه، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انتم ناس مشهورين في الزراعه، بتعلموا الامور الجيده للزراعه، افعلوا ما ترونه ثوابا لهذا الامر.
شو مسبب الأسباب. أنا مش عارف يا فريدة، أنا ابتديت أعلى اهدي عشانك عارف أفوق لهم. فهو ده المقصود، إن احنا الدين بتاعنا لا يأمرنا بالتراخي، زي سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل لواحد في المسجد اليوم كله قاعد يا رب ارزقني يا رب الدين يا رب اعمل لي، وقايم صوم صلاة صوم صلاة صوم صلاة. ايه يا اخواننا ده بيشتغل؟ قالوا له ده راجل عابد زاهد ناسك ما بيطلعش من الجامع، مين بيصرف عليه؟ قال له اخوه. ضربه بالعصايه كان حيفتح له دماغه. قال له ان اخاك افضل منك، اخاك اللي بيشتغل لو بيصرف عليك احسن منك. وقال خطبته الشهيره سيدنا عمر ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ايمانهم ايمان اتكالي، او الرسول جاب ايمان اتكالي، ما كانش قال للناس اعملوا، ما كانش قال للناس اسالوا اهل الذكر، ما كانش عمر بن الخطاب قال له ان اخاك افضل منك، ما كانش عمر الخطاب قال ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ما كناش جهزنا جيوش وجهزنا اسلحه وغزينا بها العالم القديم. تمام، اللي انا بعترف برضو ان انتشر بالسلاح، كنا قلنا ربنا حينصرنا. فالواقع اللي انت حكيتها، معلش يا جورج انا طلعت يعني برا الموضوع الاساسي، الواقع دي معناها ان كل انسان يعلم في امر يعني يعمل به. انا كدكتور اعمل في الطفل. تمام، السيف الحكم السياسي مش الدين. تمام، انما معلش ده اخويا بيقول لي هو الاسلام انتشر بالسلاح، فانا بقول له لا ده الحكم السياسي، انما الدين انتشر. فده اللي انا عايز اقوله. ايه انتشر بالورد والشوكولاته على فكره ده سلفي. المهم، فده اللي انا عايز اقوله لك، ان الرسول قال لهم اعمل كده، بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك. يعني زي احنا وطلبة بنذاكر، كان من اخواننا السلفيين ولا اخواننا المتدينين مثلا بيجيب مجموع او درجات في الكلية اكتر من المسيحي او الملحد اللي قاعد بيذاكر. انا كنت اقلهم ايمانا، الشقة بتاعتي كانوا كلهم سلفيين، انا الوحيد اللي كنت حالق دقني، ويوم ليل نهار دقنك دقنك دقنك، لا انا مبسوط كده، وكنت بجيب اكتر منهم كلهم لاني كنت بذاكر. انا بشكر يعني هو طه. دقيقه الحته دي يعني اديني دقيقتين، الحته دي حلوه دقيقتين سبع دقائق. يعني هو المشكله انه يعني كما قال اخي جورج لا ينطق عن الهوى، ولكن إنما وحي يوحى. لما بقول لك وحي يوحى معناته كلام رب العالمين، مهما تكلم على كل أنا راح أعطيك الدقيقتين وبعدين راح أعطي أخوي جورج سبع دقائق. تفضل. أوكي خلاص كملهم 10 وجورج يأخذ 10. طيب تمام. أوكي. فدقنتهم الطويلة يعني أو زيادة تعبدك مش هتزود، لأن الدنيا تعمل والمفروض الإنسان يعمل فيها، وده ما أتى به الدين. في حديث الرسول قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اعمل لدنيتك دي كأنك هتعيش العمر كله فيها. أتخيل لو أنت مخلد في الدنيا دي، تزرع وتقلع وتطور من نفسك وتعمل حضارة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فدي بس معلش الحادثة بتاعت النخل، لأن الحادثة دي مهمة يعني، والحادثة دي يعني احنا بيحكوها لنا من احنا أطفال صغيرة جوامع وفي الدروس الدينية. اطلع على المضغة والعلقة يا ريت. ادخل على المضغة. المضغة بالنسبة لجورج برضو يعني الحتة دي انا اختلف معاه جدا فيها. في نهاية الشهر الثاني بيبتدي عندنا الجنين بيبقى له تو اند، الكوديال اند والكرينال اند. الكرينال اند دي النهاية المخية، يعني الكرينة الجاية من المخ يعني باللغة اللاتيني، ودي اللي بعد كده بيبقى الدماغ. الكود الانت دي اللي من ورا دي بتبقى زي الديل، دي اللي بعد كده بتبقى الأطراف واليدين والرجلين والكلام ده كله. شكلها بالضبط زي أي حاجة ممضوخة، أنت بتحط لحمة ببقك وتمضخها، لو طلعتها بتلاقيها واخدة الكيرف الهلالي ده بالضبط. لو شفت الشكل ده على السونار، لا على فكره يا جان يعني بجد انا دكتور نسا والموضوع ده بشوفه كتير بالسونار، يعني لو بصيت على شكل الجنين في السونار في اللحظه دي الكوديال اند والكرينال اند بتلاقيه زي حته اللحمه الممضوغه بالظبط. بالنسبه لتخليق العظام واللحمه دي بالنسبه للحته دي، بالنسبه لجورج بيقول الكلام ده كله معتمد على المورفولوجي،
ودي سمعتها برضو من دكتورة نسا زميلتنا ملحدة. يعني في دكتورة نسا زميلتنا ملحدة فهي بتتكلم كانت زي جورج كده بتناقشني بتقول إن النبي محمد لا أؤمن بنبوته ولكن لا أنكر ذكاءه الفائق. هي بتقول كده أنا ما أؤمنش للنبي لكن هو إنسان ذكي جدا وقائد وقدر يعمل فكر وأتباع يعني زي أي الناس العظام القديمة اللي قدرت تعملها أفكار وكلام ده. فقالت هو كان عنده قوة إنه يلاحظ عملية السقط بتاعت الستات ويشوف الشكل المورفولوجي بتاع الحاجة اللي نازلة وعلى هذا الأساس كان يحط الوصف بتاعها ونزله في الآية دي في القرآن. طبعا أنا الدكتورة هي بتقول الكلام ده كنت هموت على نفسي بالضحك لأن ده كلام عدى عدود العبط. ده لو جبنا طلب الطب وجبنا لهم هو بعد كده هو في مكة والمدينة كان شغال داية كل يوم الحريم بتسقط عنده يعني جاي يبص دي سقطت النهاردة شكل الجنين كذا دلوقتي في اليوم الكذا وانت يا ماما آخر يوم في الدورة بتاعتك كانت فاتنين ربيع الثاني يبقى انت كده طفلك 40 يوم شكل الجنين لما نزل في 40 يوم عامل زي المضغة شكل الجنين لما نزل مش عارفه يعني كلام غير عقلي. ان الرسول كان بيشوف الستات اللي بتسقط وعلى هذا الاساس يعمل منفرجي لا ده اي ست بتسقط لحد ما يتخلق في الاسبوع ال 12 ويبقى جنين مكتمل بس كد كفه اليد يعني هو بيبقى جنين مكتمل في الاسبوع ال 12 او الاسبوع ال 16 بالظبط عشان ابقى دقيق الاسبوع ال 16 جنين بيبقى بس جنين زي كفه اليد كده بالظبط بس مكتمل. قبل الاسبوع ال 13 اي سقط بيحصل بيبقى عباره عن دم نازل لا في مضغة ولا في علقة ولا في نطفة ولا لي أي شيء هو عبارة عن دم سائل. أي ست بتدخل عندي في أبورشن بتسقط قبل الأسبوع وعشان كده في بريطانيا وإحنا في مصر الطب بتاعنا بريطاني 16 قبل الأسبوع 16 بنسميه أبورشن سقط لأن عبارة عن دم اللي بينزل بعد الأسبوع 16 يا جورجي بنسميه يعني ولادة مبكرة لأن الجنين بيبقى اكتمل نموه. حكاية اني فاللي انا عايز اقول اني مستحيل يكون الرسول شاف الستات دي بتسقط ووضع الاوصاف على اللي هو شافه ده مستحيل مستحيل لان هو عبارة عن دم بينزل قبل الاسبوع ال 14 دم لما يتخلق الجنين بالكامل بعد الاسبوع ال 16 بينزل جنين مكتمل ده بيبقى ولادة مبكرة بلي تيرم ليبر او ولادة مبكرة. حكاية اني خلقنا العظام لحما والكلام ده هو جورج بيقول ان اللحم والعظم في علم الامبريولوجي بيتخلقوا في نفس ذات اللحظة. الرد بتاعي أنا سمعت رد جورج عليه قبل كده اللي هو فاء تفيد السرعة وجورج اعترض عليها في مناظرات كتير قبل كده أنا سمعت له اللي هو يقول لك أن الفاء تفيد السرعة فكسونا العظام لحما. هي فعلا الفاء تفيد السرعة ولكن يا جورج العظم بيتخلق قبل اللحمة في البني آدم. اللحم المقصود به السكليتال مصل ركز معايا انت دكتور تمام انا اقصد السكليتال مصل اللحمه الحمراء اللي احنا بناكلها انا احترامي ليك السكليتال هيثم لا اسمه هو هيثم اسكت طيب. طيب. انا مش بحبه انا مش بحبه في طه وصلت فكرتك وخلص وقتك يعني اوكي اتفضل يا حبيبي أنا مش هعلق تاني على موضوع تعبير النخلة ده لأن يعني الموضوع مش محتاج بقى جدال بيزنطي ملوش أي لازمة. واضح إن الراجل كان مش فاهم الموضوع وراح فتف حاجة هو مش فاهمها والمفروض إن هو نبي لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى يعني يا عارف تتكلم يا مش عارف ما تتكلمش. وهو نفسه اللي قال من قال لا أعلم فقد أفتى هو نفس هذا الرجل اللي قال لهذه المقولة من قال لا أعلم فقد أفتى. فإن كان سألوه في حاجة هو ما يعرفهاش كان قال لا أعلم وكانت ستعتبر فتوى بحسب منظوره هو بحسب منطقه هو لكن هو أفتى في شيء لا يعلم. الكلام بقى اللي هم اعتبروا وهم راحوا عملوا وهم ما عملوش هو في الآخر أفتلهم في حاجة هو لا يعلم عنها شيء وده عيب به إنه كان نبيا المفروض. يعني موضوع المورفولوجي ده لا طبعا محمد ما كانش بيلف أنا لا أعتقد أساسا بوجود هذه الشخصية بس هنفترض إن كان في شخصية اسمها محمد يعني انا اعتقد ان دي ده يعني مجموعه حاجات اتكتبت مع بعضها وتم تلفيق هذه الشخصيه زي شخصيه المسيح بالظبط هي شخصيه وهميه تم اختراعها بس هنفترض ان كان في شخصيه اسمها محمد اكيد ما كانش بيلف لكن في المنطقه اللي هو كان عايش فيها كان في ناس كتير جدا كل القصص والكلام اللي قالها كان الكلام ده متداول يعني كان قرى عباره عن قرى وقبائل والناس قاعده تحكي طول النهار
شويه رعاة غنم بيتكلموا في ايه؟ كل اللي عنده معلومه بيقولها، كل اللي قاله كان معلومات منتشره في هذا العصر، منتشره في المكان اللي عايش فيه، منتشره في القبائل الموجوده حواليه. هو كان المفروض ان هو كان تاجر ويعمل بالتجاره وبيروح لحد الشام ويرجع، كلها قصص كانت متداوله، كلها معلومات كانت متداوله. عشان كده زي ما بقول لك دايما الحديث يجي في صوره ان اليهودي كان جاي يتحداه وهو رد على اليهودي الرد التمام، فاليهودي قال له ايوه انت كده رسول الله. ايه الدليل ده؟ ايه الدليل الكلام ده؟ دليل على ايه؟ دليل ان هو كان بيقول لهم نفس الكلام اللي هم كانوا بيؤمنوا بيه، يبقى هو ما جابش حاجه جديده. ان كان في اي كلمه قالها محمد اعجاز فالاعجاز ينسب لمن قبله لانه هو ناقل فقط، كل كلمه قالها ما فيش كلمه جديده، ما فيش معلومه جديده، كلها كلام منقول اما من الاشعار واما من معلومات عامه كانت منتشره واما من كتب المسيحيين واليهود. كل الكلام حتى الكلام اللي في القران عن المسيح وشخصيه المسيح والكلام موجود من منقول من انجيل الطفوله. الراجل ده ما قالش كلمه واحده جديده خالص، كله كلام منقول. فعادي كان بيسمع الناس بتتكلم وقاعد يتكلم زي ما هم بيتكلموا، لكن للحظ السيء ان هذا الرجل كان يتبع كلامه سيفا، فتم نشر هذا الكلام بالسيف على اساس ان ده كلام نبوه. لكن لو كان الرجل ده معهوش سيف كنا النهارده هنبقى قاعدين نفتكر قد ايه الناس في العصر ده كانوا مش فاهمين حاجه بس، ويمر الموضوع مرور الكرام ومحدش بيقعد يقول لنا ده اعجاز وده بطيخ وبتاع. فين الاعجاز؟ ولا كلمه لحد النهارده فيها اعجاز. الفاء تفيد السرعه. انا عايز اسال سؤال واحد، هو اللي كان عمال يتكلم ويفتي ده طول الوقت ليه ما عادش يوضح الحاجات دي؟ ليه سايبها عايمه؟ ليه سايبها الدكتور طه ولا الهيثم طلعت ولا لا حد يقعد بقى يقول لنا اصل الفاء تفيد السرعه، اصل الفاء تفيد مش عارف ايه، اصل الفاء دي على واقف على اول الشارع بتشرب عصير قصب؟ ما قالش هو ليه؟ ما شرحهاش هو ليه؟ ما هو كان قاعد عمال يهري طول النهار والليل في كلام تافه، يقول لك مش عارف تدخل تتبرع في الخلاء تاخد معاك ثلاث زلطات، ولو انت واقف انت راجل واقف بتتبول وما حكيتش لا مؤاخذه يعني ما حكيتش بتاعك بحجر بعد ما خلصت تتعذب في القبر. كلام تافه جدا قاعد عمال قوي ماشي مع الصحابه. اتدرون ما هذا؟ يقول له يقول له الله ورسوله اعلم انه السحاب. اتدرون ما هذا؟ اتدرون ما علو السحاب؟ كلام فاضي كله. اتدرون ما هذا الصوت؟ انه حجر وقع في جهنم من 70 سنه. اتدرون ما هذا؟ انهم اليهود يتعذبون في قبورهم. ما قاعد الراجل وعنده وقت اهو وقاعد يهري ويقول كلام فاضي. ما يا عم كنت قعدت شرحت لنا الكلام ده زي ما الدكتور قاله دلوقتي. ليه محمد ما قالناش في الاحاديث الشرح اللي قال عليه هيثم طلعت او الشرح اللي قال عليه الدكتور طه اللي هو بقى يا جماعه على فكره موضوع فاء دي الفاء تفيد السرعه وفي بقى طبقه الميزوديرم دي بيحصل فيها كذا وكذا ليه ما عادش شرحها لنا بالطريقه دي؟ ليه ضيع وقته في شويه كلام تافه او شويه كلام فاضي؟ اليهود بيتعذبوا في قبورهم والحجر الحجر اللي واقع في جهنم ما كان قاعد شرح لنا الكلام ده؟ ولا هو كان عاملها لكم مفاجاه وسايب الموضوع عايم 1400 سنه محدش فهمه لغايه ما جه الدكتور طه سنه 2016 فهم الموضوع. يعني كلام عجيب فعلا، يعني كلام الكلام كله اللي هو ايه لا اصل دي الرسول ما وضحهاش عشان الناس ما كانوش هيفهموها. طب بيقولها ليه لما هم ما كانوش هيفهموها؟ وبعدين ما يفهموها ولا عنهم ما فهموها؟ ما انت عمال تتنبأ يا عم، سيبها لنا احنا يعني تنبأ بيها وسيبها لنا احنا نبقى نفهمها احنا بعد كده. لكن لا يعني لا انت موضحها في الايه ولا لما جيت تقول الحديث عرفت تشرحها، برضه الشرح بنفس الطريقه نفس الكلام اللت والعجن بتاعت واحد في القرن السادس الميلادي. اين لحد هذه اللحظه احنا بقى لنا الحلقه عدت ساعه الدكتور ما قالناش فين الاعجاز؟ فين الاعجاز في الايه؟ ايه الاعجاز ده يا دكتور؟ معلش عايز اقول لك تعريف الاعجاز انك تعجز الناس، انك تبقى جبت حاجه ما حدش قال عليها قبلك قبل كده، ما حدش يعرفها خالص. ما حدش ذكرها في اي شيء. فين الاعجاز؟ الطين اتكلم عليه الشعراء اتكلم عليه الكتاب المسيحيين واليهود والعهد القديم والجديد. قبل محمد ب 1000 سنه اكتر من 1000 سنه. ايه تاني؟ مرحله النطفه اتكلم عليها سفر ايوب. مرحله المضغه والعلقه نفس الكلام. ونفس الكلام ده كان مكتوب في كتب جالينوس وكان مكتوب في كتب أباكراتيس. نفس الكلام بالظبط هو هو. فين الجديد؟ فين الاعجاز؟ مفيش اعجاز. هل بقى الكلام ده علميا صحيح؟ لا خاطئ. خاطئ وبشهاده اي كتاب. طلع اي كتاب امبريولوجي بص على المراحل دي هتلاقي كلام خاطئ تماما. كلام لا يتعدى مرحله المورفولوجي وخاطئ برضه. ففين الاعجاز طيب؟ عايزين اعجاز. يعني انت قلت لنا الايه دي فيها اعجاز. لحد دلوقتي ما وصلناش لاي حاجه في الاعجاز وخلصت الايه.
بعد كده كسونا العظام الأحمر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الإعجاز. تدخل بقى على الحديث اللي بتفسر لك يقول لك بقى مرحلة نفخ الروح والروح بتتنفخ بعد 40 يوم. طب معلش لما الروح بتتنفخ بعد 40 يوم إيه الروح دي أساسا؟ لما جينا سألنا لما جم الناس سألوا محمد عن الروح غاب عليهم 6 أسابيع ولا 4 أسابيع ورجع في الآخر بعد 4 أسابيع قال لهم يسألونك عن الروح فكل روح من أمر ربي. يعني إيه من أمر ربك؟ أنت مش سألت ربك؟ طب فين المعلومة؟ أنت مش أنت 4 أسابيع قاعد مستني ربك ينزل لك الآية؟ لما رجع ينزلك في الآخر قال لك لا دي حاجة بتاعتي مالكش دعوة بيها، طب بتكلمنا عنها ليه؟ يعني إيه روح من أمر ربك؟ زي برضو نفس الكلام بتاع سورة الكهف اللي هو إيه؟ سيقولون 4 و5 كلبهم و6 و7 كلبهم هو مش عارف كام. طب فين العدد؟ هو بيقول لك ايه الناس دي بتفرق او بتفتي عليك او بتقول كلام مش مظبوط. طب يا عم انت ربنا اللي بتحكي لنا القصه، فين الكلام المظبوط؟ اما الناس عماله تقول لك 5 او 4 محدش عارف. طب فين الكلام المظبوط؟ قال لك لا قل لا يعلم عددهم الا الله. يا عم مش انت الله؟ مش انت الله؟ طب ما تقول انت عاملها لنا مفاجاه، هو سر؟ طب بتحكي لنا القصه ليه لما هو سر؟ يعني كلام غريب. الروح من امر ربي، يعني ايه الروح من امر ربك؟ طب ما تقول مش انت ربنا اللي بعت لنا الكتاب ده، قول لنا ايه هي الروح. وبعدين ترجع يقول لك الروح بتتنفخ في الجنين في اليوم الـ40. ايه الروح؟ معظم تفسيرات المسلمين ان الروح هي سبب الحياه ومصدر الحياه. طب يعني الجنين 40 يوم مش حي؟ طب القلب بينبض ازاي لما مفيش روح؟ ايه هي الروح؟ لا حد عارف ايه الروح ولا حد عارف الجنين عايش ازاي ولا حد عارف حاجه خالص. الموضوع مبهم تماما، الموضوع عباره عن فعلا انسان بسيط اتولد في من 1400 سنه وعاش وسط ناس كانت ثقافتهم ضحله جدا ونقل لنا الكلام اللي هم كانوا بيقولوه. هذا هو كل شيء، هو ده القران ببساطه، القران والاحاديث وكل الكلام ده هو عباره عن نتاج بيئه صحراويه من 1400 سنه فقط لا غير، لا يتعدى ذلك، والمفروض ان احنا ما نديلوش حجم اكبر من كده وما نضيعش وقتنا فيه. بس للاسف الشديد هذا القران يقولون الدكتور كان بيقول دلوقتي ان صاحبته او صديقه بتقول له ان محمد ما هوش نبي لكن هو رجل ذكي جدا او رجل، انا لا اعتقد ان هذا الرجل ذكي جدا اذا كان موجود تاريخيا اصلا. هو رجل والدكتور يعلم الكلام ده جيدا في علم الامراض النفسيه، في حاجه اسمها البيرسوناليتي ديس اوردر. البيرسوناليتي ديس اوردر دي غالبا بتتكون في ما بين 6 لـ7 سنين وبعد كده الشخص بيعيش بيها بقيه عمره ولا تستطيع ان تتخلص منها ابدا. زي الاوبسيسيف كومبالسيف مثلا، مش الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، لا الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي اللي هو الشخص اللي تلاقيه دايما حاجته مترتبه ويتجنن لو الحاجه مش مترتبه ولازم يعمل الحاجه بايده ولازم يعيد عليها 2 3. ده مش مرض، دي بيرسوناليتي ديس اوردر، ده ديفكت في الشخصيه نفسها. محمد وهتلر ونابليون وكل هؤلاء الناس دي كان عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز. الناس دي عنده مشكله في الشخصيه. المشكله دي لو اتحطت في الظروف الصح، لو اتحطت في المكان الصح بتخلي الانسان يفرايد. تخيل ان انت في اوضه ما فيهاش الا مسامير، فيها مسامير كتير وانت معاك شاكوش، هتبقى افضل واحد انت في الاوضه لان انت لا تعرف تدوق كل المسامير. لكن لو خدوك بالشاكوش ده وحطوك في ارض زراعيه هيبقى مالكش اي لازمه. كل الشخصيات اللي اثرت في التاريخ زي شخصيه محمد وشخصيه هتلر وشخصيه موسوليني وكل الناس دي كان عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز. غالبا معظمهم كان يميل الى العنف بشده، وغالبا محمد كان مصاب بصرع الفص الصدغي. عشان كده لما اتحط في بيئه كلها عنف واسس الدين على العنف، وكل اللي كان بيعمله ان هو يغزو الناس يروح يقتل الاطفال. يقول لك عائشه اصلها بلغت بدري. طب انا بشكر والوقت الـ10 دقائق انتهوا. طبعا اصدقائي انا يعني اظن بكفي انه المناظره لحد هون، وناخذ شويه اسئله واتصالات سكايب لو امكن. يعني طبعا انا راح افتح سكايب مباشره اصدقائي، وانا بتمنى منكم المداخلات ومثل ما بقولوا يعني آراءكم وتعليقاتكم على المناظرة، وخلونا نتناقش يعني ننتهي من جو المناظرة ونتناقش. في سؤال لك أخي طه من أخت سارة عم بتقول دكتور يؤمن هو دكتور طه هو مؤمن بالإيمان الروحي أكثر
أكثر شيء نستطيع نحترم ذلك، لكن أقول القرآن متماشي مع العلم هذه هراءات. صراحة آية الجنين في القرآن تتكلم عن تكوين الجنين تكوين مرئي، يعني بالملاحظة عادي. أما علوم دلوقتي هي تطورت بشكل رهيب، ولا قرآن ولا محمد يقدر أن يواكب هذه العلوم. فلماذا تغطوا الشمس بالغربال؟ تفضل أخي إذا في عندك أي تعقيب على الكلام اللي سمعته. وحكاية الإيمان الروحي، غطي عين الشمس بالغربال، تفضل. وحكاية الإيمان الروحي دي مش عارف أنا هي تقصد إيه، بس هو فعلا يعني أنا يعني أميل للصوفية أكثر، يعني اللي هو تزمت للفكرة، تزمت الشديد للفكرة، عندي استعداد أن أنا أتقبل الفكرة لو الفكرة غلط، أن أنا عندي استعداد أكيف الفكرة الغلط على يعني الكلام بتاعي ده لو غلط أكيفه بحيث على العلم بحيث أن يبقى مظبوط. أنا ما عنديش القصة دي، أنا أحب أعرف الحقيقة. موضوع أتمنى يكون الإيمان بالوضحاني أكثر، يعني أما موضوع المورفولوجي أنا قلتها ولا زلت بقولها، القرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم، والقرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل في بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالعلم عشان تبقى كدليل، يعني دليل عقلي دليل علمي حسي على أن هذا الكلام مش كلام بشر، كلام يعلو فوق يعني مستوى البشر. اللي أنا عايز أوصل أن أنا لما أحب أكشف على واحدة زي ما قال أخويا جورج، ولا تسألني عن شيء خاص يعني في النساء وتقول لي، مش هقول لها دقيقة أفتح المصحف وأطلع لك الإجابة، لا، هو اللي بيحصل أن أنا بفتح المراجع العلمية عشان أطلع الإجابة. لكن الآية برضو جورج بيقول ما فيهاش أي إعجاز أو بتاع، والأنسة اللي بعت السؤال دي مرسي، هي كلامها جميل جدا، يعني بتقول هي ملاحظات شكلية يعني مورفولوجي. طبعا هو أكيد الناس اللي نزل عليهم القرآن في هذا الوقت يعني ما كانش الرسول أو الله سبحانه وتعالى يعني حينزل عليهم شابتر في الإمبريولوجي في القرآن، يعني ما يعني منطقيا يعني why not. اتقي الله يا لا معلش عشان ثواني، الموضوع ده مهم جدا يا دكتور، لان قبل محمد كان في ناس كتير وكتبوا كلام اكثر علميه واكثر موضوعيه من كلام محمد، فما تقوليش ان الناس ما كانتش هتفهم، لا، الناس كانت فاهمه كلام جالينوس، الناس كانت فاهمه كلام أباكراتيس، الناس كانت فاهمه الكلام ده، وكان بيتكتب في كتب الناس وكان بيتم تدوينه، وكان في مدارس بتدرس فيها الكلام ده. مدرسة جون سابور كانت امرأة سابور نفسه اللي انشأ المدينة، كانت جايبة معاها اطباء يونانيين وكانت عاملة مدرسة طب يوناني. الكلام ده قبل محمد بفترة، فليه ليه 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 لو ليه مش هينزل عليهم شابتر في الامبريولوجي؟ يا عم نزل ونفهمه احنا دلوقتي، بلاش الناس تفهمه ساعتها، مع ان الناس كانت هتفهمه الوقت ده، وكان العلم ده كان علم متطور. سامي حبيبنا تفضل. اتمنى تكون سمعان الصوت اخي سامي. طبعا سامي موجود معنا في حلقاتنا، وانا بتمنى الاخ سامي يكون عم بسمعنا. اظن الاخ سامي ما عم بسمعنا. طيب الاخ سامي انا بتمنى ترجع تتصل. في واحد في التعليقات يا جن اسمه قاتل اللون، نازل فيها شتيمة من الصبح، طب لا بقى ايه، شوف حركات ايديه، ده مجنون، ده مش عارف ايه. طب يا كابتن قاتل اللون ما تيجي تعال نشوف مين فينا المجنون. مين التعليقات دي؟ اذا انت شايف انا مش شايف حاجة بصراحة. التعليقات هي نازل شتيمة من... هل ده اعتى ما توصلته ليه؟ مش عارفين تثبتوا فكرة فبتقعدوا تشتموا في اللي بيقولها بس، يعني هو ده اللي انت قدرت تتوصله كمسلم بدافع عن الاسلام وبتحاول تساند اخوك هنا، اخوك المسلم اللي زيك، بان انت بتشتم؟ هل ده موقف مثلا او دي طريقه تدعم بيها مثلا طه انت مبسوط؟
تكلمني كده بطريقه انت بتبقى مبسوط او كنت دول بيسندوك او بيساعدوك؟ لا طبعا انا اتكلمت على فكره في الموضوع ده، قلت لك النهارده يعني في فيديو ليا يا ريت اتكلمت في التطرف في الاسلام والالحاد، يا ريت تسمعه. بص يا جورج، انا زي ما قلت لك انت بتقول كان نزل شابتر في الامبريولوجي، برضو انا لسه بقول الكتب الدينيه مش كتب علم، بيبقى فيها مقتطفات بسيطه من العلم دي عشان يعني معلش يا جورج. طيب بره موضوع الامبريولوجي، لما قال يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد الى السماء بيت اسمع فيها حمد عبد الصمد يا طه وانت يشرح لك الايه. الفكره انا معلش حامد برضو فكره في حكايه برزنتيشن، يعني انا في شخص بريزنتابل، يعني انا بحب اسمع لامير البحث اللي هو رياض الخزرجي بريزنتابل، يعني بحب اسمع لجان مش مجامله لي، يعني برضو لي اسلوب حلو بيوصل. وانت مثلا انا احبش احمد حرقان، شخص غايه في الركاكه، بيتكلم باللغه العربيه الفصحى، افكاره مش واضحه، ما بفهمش منه حاجه، ده غير اني بحس ان هو عنده كبت عدائي، مش مجرد ان هو عايز يوصل الناس للحقيقه. يعني في فرق، انا بحسك انت في تعصبك، انت بتتعصب للعلم، بتتعصب لحقيقه، لناس مثلا شايف انها تدمرت بالافكار دي. لكن في واحد بحس ان عنده، لا عنده باد هيستوري، حد من المسلمين كان مستعبده ولا حاجه فبيطلع غلبه بجد. يعني في ناس بحسها كده زي احمد حرقان. اخي لكن الله شغله، انا اشرح لك ظروف اخي احمد حرقان مع التحفظ يا شباب، الراجل مش حاضر معانا ومش قادر يدافع عن نفسه، فبلاش نتكلم مع حد بالموش. بالضبط، هو ما راح ما راح ندخل نحكي يعني بطرف الاخ احمد. الاخ احمد عانى كثير من الاسلام، لذلك الانسان كلياتنا عموما نحن لما بنضيع عمرنا في شيء بنحسه خرافي، بعد ما نكتشفه خرافي اكيد في كميه غضب كبيره بتجي، وهذا واضح من كل الاخوه الملحدين. يعني ما هو احمد حرقان ليس احمد حرقان، انا يعني احييه، هو الشجاع اللي طلع يحكي يعني، وهو تعبير عن غضبه على كل طيب في معنى اتصال من الاخ سامي. تسمعني؟ اسمعك، تفضل سامي. شكرا حبيبي، مرحبا بضيوفك الاعزاء ونبينا جورج اولا بتاع الحنفيه وصديقك الشجاع الاخ وكذلك. انا حابب نتكلم على الجنين يعني في الموضوع هذا. اولا انا يعني الأخ جورج قال بأن منقولة من أمية بن بيصل، صح يا أخ جورج، لك سأعطيك كذلك حاجة أخرى، مش نقلها محمد بن ابن سلتو بس، نقلها كذلك يعني من، هقول لك المصادر يعني من أي من نقلها لكي لا أغفل، يعني جنين كذلك نقله من أرسطو هقول لك كتابات أرسطو هي مصدر محمد لقضية مراحل تكون الجنين ونوع الجنين في القرآن والأحاديث النبوية بالدليل البرهان. ربما يندر جدا من لاحظ العلاقة بين أرسطو وبين محمد بخصوص إعجاز النبوي المحمدي لتطور الجنين ونوعه في القرآن والسنة، لكن توماس برنابا قد لاحظ هذه العلاقة حينما كنت أقرأ المجلد الرابع من قصة الحضارة لويل ديورانت، وأؤكد أن لم أسمع أبدا أو أقرأ لأي أحد قد ربط بين أرسطو ومحمد من قبل، وأقدم هذا البحث لمن يسأل أن لم يكن محمد رسول من عند الله، فمن أين جاء بمراحل تكون الجنين في بطن أمه. ويعني وكذلك يعني ربما يندر جدا من لاحظ العلاقة بين أرسطو وبين محمد بخصوص الإعجاز النبوي المحمدي لتطور الجنين ونوعه في القرآن والسنة، ولكن توماس برنابا قد لاحظت هذه العلاقة حينما كنت أقرأ المجلد الرابع من قصة الحضارة لويل ديورانت، وأؤكد أني لم أسمع أبدا، يعني نقلها من أرسطو، امشوا أقرأوا كتابات أرسطو حتى تلقوا نفس في المراحل الجنين هذا، وكذلك ما قال أمية بن أبي صلت نقل، يعني نقل كل شيء، يعني هذا يعني حقيقة، يعني اقرأوا كذلك
يعني أنا الأخ المصري العزيز بحترمه، لكن أقول له أنت تؤمن بكل بعيد بأنه يعني دواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالحبة السوداء؟ حبيبي جورج قاري في أمريكا وأنت قاري في يثرب في قريش، هل أصدق أمريكا أو يثرب قريش؟ بكل احتراماتي يعني فهمت. أنا أكلم الأخ طبيب مصري، الطبيب المسلم عامة في رمضان يا أخي جون عندما تمشي له في الإفطار يقول لك الماء الماء كل نص ساعة، الماء الماء، أشرب في النهار أشرب في النهار. عندما تمشي له في رمضان نفس الطبيب يقول لك لا لا الماء مش تستطيع أن تبقى نهار كامل وتشرب، فهمت؟ لأنه يعني الإسلام يطغى عليه. فلهذا أنا يعني يعني أصدق العلم يعني. فلهذا يعني أسطورة أرسطو كلهم يعني من أرسطو من أمية بن أبي سلط أقرأ وسطره يعني فهمت. فلهذا من يؤمن ببول البعير، أسأل الأخ المصري الدكتور هل تؤمن ببول البعير بأنه يشفي شربه الرسول مكتوب في الحديث؟ ما يهرب على السؤال. أكيد 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 أنا راح أطرح عليه على السؤال بالضبط بالتحديد يعني. شكرا لك أخي سامي ونلتقي. حاجة بركة جست سكوند يعني، هل اكتشفنا القرآن مثلا أمراض الطاعون والسيدة ومرض السكر؟ وأخيرا أشكر كثيرا الفرصة لأشكر كثيرا أخي جان، قرأته في الصحيفة معلقت يعني ما قلت يعني أرفع لك قبعتي ولم ارمي لا ارمي الورود يعني، ونحن وراءك يعني الالحاد سينتشر ولا يخوفنا. وشكرا لكم اعزائي، واريد ان يجاوب على بول البعير الاخ المصري. اكيد اكيد اكيد. شكرا سامي، شكرا حبيبي. ما يتهرب السؤال. شكرا يا طه، لا تتهرب. هل شرب الاشخاخ ينفع؟ وهل شرب الاشخاخ شفاء من كل داء؟ اريد جواب صريح طريح مبيح فريح من كل الأصناف اللي تحبها. هل شرب شخاخ فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. في مجلة علمية كتبت بالموضوع. كيف 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 حبيبي؟ أنا أسف. في مجلة علمية. علمية هي بتاعت العريفي اللي الغدة اللي نسيت اسمها بقى يعني. هل أنا أسألك سؤال صريح وجاوبني نعم أو لا، هل شرب الإشخاخ فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. هو في حاجة اسمها الشخاخ؟ الشخاخ الشخ، من شخ يشخ وشخم يعني. هو حبيبي طب ممكن أنت عندك النص بتاع بول البعير، نص الحديث بجد عندك انت ايه المكتوب فيه؟ حبيبي هو حديث في صحيح البخاري بيقول في مجموعه من الناس. معلش انا هستعين بصديق اخويا الكبير الدكتور محمد عبد الحميد. اسمعني وده استشاري جراحه. اكيد اكيد استشاري جراحه مناظير. اخي اخي انت اكيد سمعان ببول البعير، وانا ممكن هلا اطالع لك صور عن ناس عم تشرب بول البعير. الحديث بول البعير صح الكتب الأخوة. خليك معايا يا جورج، خليك معايا جان. لا خليك معايا. طيب خليني اتصل بالاخت ساره. انا على كل حال باقي عندي وقت ضيق يعني، وقت محدود ساعتين وبدي اغلق الحلقه. طيب خليني اتصل بالاخت ساره. كانت وعدي صحيح. اخت ساره بص تردي على السكايب. يظهر الأخت سارة ما عم تسمعنا. على كل في عندي أسئلة أخرى من راح في عندي سؤال من الأخ موسى. عم أقول تحياتي لك أخ جان. في عندي سؤال للأخ طه. الأخ طه أصلا ما عم تسمعنا. عم تسمعنا أخي طه؟ تمام. يا ريت تتفضل تجاوبني بدايركت وبدون شغل الإخوان المسلمين بتوع مصر يعني. لا 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 أرجوك أرجوك لا. لن تقبل في الكون. خليني أعطيك المجال الكامل تتكلم بدون أي مقاطعة. يا ريت تعطيني دايركت نعم أو لا بدون جماعة الناس مثل جماعة المرسي يعني، هذول اللي بيلفوا بيدوروا حول الموضوع. أرجوك، هل الشخاخ فيه الدواء لكل داء؟
يعني هل اشخاخ الجمل او اشخاخ البعير يعني انثى الجمل هل فيه دواء لكل داء؟ يعني بدي يعني اذا قلت لك كل داء معناته هو السرطان داء، الربو داء، الزهايمر داء، كله هي داءات يعني خلينا نجمعها. هل اشخاخ البعير انثى الجمل فيه شفاء لكل هذه الامراض؟ تفضل. الكتابه. طيب سامعني كويس كده يا جان؟ كتاب ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطل. سامعني كويس عشان الصوت عندي ضعيف شويه. سامعك جيد؟ تفضل. التداوي ارشاد بعض المرضى الى الشرب من بول. هو بالنسبه للموضوع ملم بيه والتفسير بتاعه كلمه على كل على كل انا سؤال واضح. انت بتقول ان انت مصمم على اجابه هذا السؤال؟ طبعا بدي. يا عم هات يا عم. هل فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. تمام. من انا مش بهرب من اي اجابه. مستحيل على فكره هتلاقي شخص زيي صريح مع نفسه. الموضوع لما جورج اتكلم في حكايه الاحاديث اللي اتكلمت على الجنين قلت له انا غير ملم بيها، حقرا فيها ونرجع نتكلم مع بعض. موضوع بول البعير انا سمعان فيه، يعني سامع فيه بجد يعني، وما في حديث يعني هو بيتكلم عن ايه وبيستخدم في علاج ايه اللي نعرفه يعني. الحديث كامل انا اقول لك. يا ريت يا ريت بجد يا ريت يعني الحلقه تطول يا ريت عشان انا بس في هنا حد. الحلقه باقي لها 14 دقيقه على التمام وتنتهي يعني. لا يعني هو في جورج جورج معلش الغي الميوت وكلمني. انت تريد تجاوب على السؤال ولا لا؟ لا يا جان يا جان انا انت بتقول من قال الله اعلم فقد افتى بجد فعلا. اوكي الله اعلم. لا اعلم معلش خلاص اخذنا الجواب لا اعلم. يعني انت دكتور طبيب جاوبني بدون احاديث بدون اي شيء، هل اشخاص لك يا اخي بالعلم؟ قل لي بس انت طبيب. هو بالعلم لا يعني I don't think so. ما فيش يعني. بس شكرا شكرا جدا. شكرا هذا المطلوب هذا المطلوب وشكرا انت قلت اشخاخ لا يعني بكل داء. شكرا هذا المطلوب هذا المطلوب تمام تمام. عندي في بس برضو حرجع على اخذنا الإجابة. شكرا كثير لك دكتور. لا 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 ما تقطعنيش يا جان. تفضل. لا معلش يا جان ما تقطعنيش. لا انا انت والأمانة العلمية تقتضي حسب معلوماتي العلمية. أنت بتقول لي بالعلم، أنا قلت لك I don't think so. ما أعتقدش إني يعني ده شيء ضار بيطلع من الجسم بمخلفات، ده مخلفات الجسم أساسا. أوكي. إنما موضوع كلنا الخط ما عم بيساعدنا أخي طه. بدي أنتقل لسؤال تاني مشان ألحق لأنه بقي عندي 10 دقائق فقط يعني لا أكثر ولا أقل. الأخ موسى عم بيقول تحياتي لك أخ جان، في عندي سؤال للأخ طه. أغلب المسلمين يقولون أن الله لم نراه بالعين ولكن بالعقل عرفناه، فكيف للعرب والمسلمين يكتشفون الله بالعقل مع العلم ومع العلم العقل يتطور، فكيف مع تطور العقل ينتشر الإلحاد، وكيف لشعوب غزت الفضاء لم يكتشفوا الله إلا المسلمين الذين عجزوا بول. عن بول. آخر. سمعت السؤال أخي طه؟ يظهر الأخ طه يعني بصراحة ما عم بقدر اسمعنا على كل جورج أنا بدي أجي معك بموضوع الشخاخ. طيب خلينا نشوف الاتصال من الأخت سارة. تفضلي سارة. أهلا وسهلا سارة تفضلي. نوجه تحية كثير كبيرة للأستاذ جورج وأثاري للدكتور جورج والدكتور اللي اسمع طه. طه نعم. أنا حبيت أقول له أوكي أنا ما بعرف يفهم من ديالي حاول أبسط، لكن حتى نقول يعني نحن ما يربط القرآن في العلم. شو هال ليش بيقول باللي القرآن في المعجزات وهذه الإعجازات ما عندها من السبعينات يعني حتى خايفين يطعف
حياتنا وكل الناس يخرجوا من الإسلام ما جابوا لهم حكاية الإعجاز. يعني صراحة من عربية لهذه الدرجة. أوكي إذا كان إنسان عنده روحية الإنسان ويكون صغير ويتطبع له الروابط الروحية، أنا أشوف الروابط الروحية ما لا يعني تكون كتير صعبة الإنسان يتخلى عليها. ومع إنه إنسان طيب أنا أشوف فيه صراحة طيبة وبس أنت كتير بشوفه يعني إنسان شوفي طيب مش متضم ولا حاجة، لكن يناقش الدكتور مع أني لست دكتورة في الأشياء، الأقل يناقش الدكتور بأشياء واقعية مش يقول الله قال لهم هكذا عشان هما ما كانش لو قال لهم الحقيقة ما غاديش يفهموا. بس هل هذا مستوى نقاش عقل بشري في قرن 21؟ يعني ما نتحاكوش على بعضنا، انتم بعدا كاتر كما يقولوا وزما تعرفوا العلوم، يعني ما على جوج وجوج ما يضحك عليه كل يعني واحدين واضحين. احنا الناس تسمع الناس راهي تفتح، يعني كل واحد يكونوا واضحين في الرسالة ديالها. مش نقول لا باسكو محمد كان باغي ما يقدر بصح ما يفهموش في هذاك الوقت، علاش ما يفهموش؟ مع انه في الاخير يقولوا كاع الحضارات اللي الحضاره المصريه والحضاره كانت اكثر تطورا يمكن من الحضاره الحاليه مثلا. واش نقول لك اخي جان، انا كثير مفتخره بصداقه وكثير مفتخره بالقناه ديالك فوالا، وراني فرحانه بزاف. وسلم على الدكتور جورج وسلم على الدكتور طه ومع السلامة. شكرا شكرا أختي سارة، شكرا لك ديما في تقدم وديما في تنور. شكرا أختي سارة، شكرا لك. طبعا أنا بس بدي أعطي الفرصة لأخوي جورج يعقب، بعدين أعطيك الفرصة أخي طه، تفضل يا جورج. شكرا سمعت الأخت بوضوح يعني. أشكرك كثير على كل الكلام الحلو اللي قلته، وأنا متبعتها لينا. لا أزيد في شيء، يعني أنا بطبعي قبل أن أعلي الشرف. صوتك كثير، الصوت صار عندك رديء، يا ريت تطلع وتدخل. أخي طه إذا في عندك أي تعقيب على اللي قالت له، ما بعرف هي قالت ليش عم تربط العلم بالدين، يعني أنتو ليش يعني رسالة الدين ليست بالعلوم، ما لها علاقة بالعلوم، فليش تربط العلم بالدين؟ تفضل. يظهر الأخ طه كمان. تفضل. لا تفضل يعني جورج. خلينا نسمع جورج. تفضل جورج. كيف تفضل حبيبي. جورج الميكروفون معك وتفضل. أظن ما في صوت. أوكي ماشي. على كلن خلينا معك طه. شو بتعقب على الأخت عم تقول لك لا تربط العلم بالدين؟ تفضل. افتح الميوت. أشكرها، بقول لك الأول على زوها وبشكرها على مدخلتها، وللمرة المليون بقول أن الكتب السماوية الكتب الدينية ليست كتب علمية، إنما هي كتب دينية. ربنا لما بيحط بعض الإعجازات العلمية أو بعض النقط العلمية في مثل هذا الكتب، الناس اللي هتاجي بعد قرون من إنزال هذه الكتب يبقى عنديهم سبب انهم يؤمنوا بهذا الكتاب. وانا برضو سألت جورج سؤال يعني، واتمنى برضو اجابته. انا قلت في موضوع بول البعير، انا هشوف الموضوع وبعد كده يعني ارد. اوكي، الآية اللي كلمت عليها وقال لي اسأل حامد عبد الصمد، انا فعلا يعني مش بتابع لحامد عبد الصمد، واحب اخويا جورج يعقب عليها. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد الى السماء. محمد عرفها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفها، يعني عرفها ازاي وفاني كتب كانت مكتوبة قبل منه في أرسطو او كده ان كانت مكتوبة، يعني ياريت يعني جورج يعلق على الحتة دي.
طيب على كل انا راح اخذ كلمه اخيره من جورج اذا بدك تعلق على هاي وكلمه اخيره عشان نغلق الحلقه. تفضل اخي جورج. يظهر الصوت جورج مو مساعدنا نهائيا، شو القصه ما بعرف. جلدة الحنفيه تخلى عن جورج. لا لا، جلدة الحنفيه لا تتخلى عن جورج. تخلت، ويجب ان جورج يعترف ان جلدة الحنفيه تخلت عنه. بس دقيقه، انا الانترنت الموبايل شغال زي الطياره. طيب طيب، على كل جورج اذا بس تشوف الفيشن او الكونكشن عندك، على كل اذا في عندك كلمه اخيره بتحب تقولها طه تفضل. اللي انا بحب اقوله اني القبعة علمية عشان الناس ما تقعدش تتكلم في الموضوع ده وتهاجم الكتب الدينية على اساس انها كتب علمية، دي بتبقى مقتطفات بسيطة موجودة عشان بعد كده الناس تؤمن. والموضوع مش بس يعني متخلل آية الجنين. استنى شوي، استنى، انت رايح فين يا ابني؟ يعني مقتطفات علمية عشان الناس تؤمن. طب الناس ليش ما عم تؤمن؟ ليش انت طبيب ما عم تقدر تبرهن هالمقتطفات العلمية اللي ما لها أساس من الصحة؟ يعني الله قلنا لك مقتطفات علمية، محمد أمر الناس خلى الناس تشرب شخاخ وانت تقول لي شخاخ لا يفيد، فأي مقتطفات لا ما حرام عليك. معلش جان، أنا قلت لك الاحاديث اللي تحدثت عن الامبريولوجي اللي هو الجنين انا مش ما قريتهاش، وانا هرجع لها ونرجع نتناقش ثاني في الموضوع ده. موضوع بول البعير انا مش ملم بيه، يعني معلش العلم بيضيع بين اثنين، انسان يتكبر انه يسال وانسان خجول ما يسالش. انا ما اعرفش المعلومه بقول ما اعرفش، فقط افتح. انا بتمنى تروح تشوف الشيخ بهلول النجار وشوف المركز اللي عامله في الصعيد لشرب بول البعير، ويا ريت تشوف تحط بس باليوتيوب بول البعير وشوف الحلقات اللي مسوينها تلفزيونات مصريه على بول البعير، وشوف بول البعير موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مسند احمد، الترمذي، المرمذي، القرمذي، كل الشله هاي موجود عندهم حديث بول البعير. انا زي ما قلت لك حبيبي انا حشوف. على كل انا بتشكرك كثير اخوي طه، وانا كنت بتمنى يكون معنا الاخ جورج كمان حتى اتشكره على معلش لازم تعترف ان جلدة الحنفيه تخلت عنكم. نعترف ليش لا، يعني شو هالشغلة؟ جلدة الحنفية سأعاقبها المرة، بس انت مش ما تقدر تعاقب ربك. يا ريت تعاقب ربك انت. كان لا استطيع، انا عندي الجرأة اني اعاقب جلدة الحنفية، ولكن انت ليس عندك الجرأة لانه السيف محطوط على راسك. على كل بشكرك كثير اخوي طه، واعزائي اصدقائي اتمنى تكونوا استفدت وكلنا استفدنا من هالمناظرة هاي، ونتمنى تتكرر المناظرات. وأنا يعني أشجع كل مسلم إنه يتصل فينا ويعرض علينا المناظرة. شوف الأخ جورج إجا معنا، أخي جورج معنا أنت؟ ما في صوت. على كل أنا راح أقفل الحلقة. شكرا كثير لك حبيبي جورج، وشكرا للأستاذ طه. ومثل ما قلنا أصدقائي المسلمين، يا ريت تصلوا فينا، وفي طبعا في شخص اتصل فينا وقال بده يسوي مناظرة ونحن جاهزين. طبعا راح نشوف نوعية المناظرة ونهيئ له دكتور كمان في نفس الاختصاص اللي بده إياه، وأنا بتمنى يكون في الطب حتى نكون ضيفنا دكتور جورج. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.